مرحبا ليا. اهلين ابو خالد. تفضلي. كيفك؟ شو اخبارك؟ والله بيقبشني الوش يا ليا. كيفك ابو خالد؟ مشتاق لعيونك انا. بعد زمان ولا شو؟ انقطعت علاقتك بابو ميار؟ انسي. هلا قليلي انت كيفي؟ كيف ايامك؟ انا؟ اكثر من هيك بنتزع. تركنا الشغل وتطلقنا الحمد لله. شبنا ليون طالما ابو خالد قدامك وقاعد مجنبك لا يهمك بنوب. وهي احلى غنيه لام ام الليل. شكلك فهمتني غلط. لا 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 انت اللي فهمتيني غلط. انا وحياة عيونك ما بدي مني غير عندي الحلوة. انا حابب ساعدك. شو بكي؟ ايوه. شو المقابل؟ بزنتي بعيوني ما في اي مقابل. وحياتك انا ما بدي غير هالقعدة الحلوة. وحس هيك انه انا قاعد مع احلى مرة بالعالم. ايه بمكتب ابو ميار وهو هلا حابب يساعدني. في شيء بينك وبينه؟ اكيد لا. شام الرجال بحب ياكد انه رجولته موجوده وما بتضعف، وبحاجه مين يذكره وياكد له بهذا الشيء بالذات بهالعمر المتاخر. ما فهمت كيف يعني. طلعت غدا عشاء شوية غنج ودلال، بالمقابل هو رح يدعمني ماديا. ليال اختاري الطريق الصح. صدقيني الحياة مخبيت لك أيام حلوة. أيام حلوة؟ حاجة تنظير شام شان الله. أنو أيام هي؟ أنا تعبت ومليت، تعبت من هاي العيشة، بدي أتدلل، بدي أعيش. المهم هلا خليني أروح أجيب لك هديتك. كل عام وأنت بخير. تقبري قلبي. كالعادة هيك شي شغلة تكون على كيفها وظريفة. عندهم عرق ظريف وعندهم ويسكي أزرق. شو بتشربين؟ لا مو جاي على بالشي. ما بصير ما نشرب شي، ما بتحلو القعدة بعدين. طيب ماشي بشرب بيرة مكسيكي. سمعت الأميرة شو بدها؟ بدها بيرة مكسيكي. شكرا. شكرا. كثير هيك ابو خالد؟ لمين كل هذا الاكل؟ من هلا ورايح بتعتبري حالك كل محل انت بتفوتي له انت الاميره تبعه. كل طلباتك مجابه. ماشي موافقه. عن اذنك بدي اقوم اشطف ايدي بشويه مي. اذنك معك. Thank you.
الو، كيف اليوم احلى شاب بالدنيا؟ لك يا عمري مو بس شاب، لك وانت شيخ الشباب كمان. حياتي لك والله حبيبي انت. اكلت يا حبيبي؟ لا لا لا، ما بيصير هيك يا بيبي، انت وعدتني انه بدك تاكل. طيب يلا كول وحاكيني، بستناك انا. يلا باي. اهلا يا ابو خالد. يا اهلا بشيخ الشهاب. تفضل. الله يزيد فضلك يا رب، الله يزيد فضلك. رح سامي لك قهوة وشاي. الله يسلم هديات، شكرا. الله ينقصني، دوشي أنا فايت متوتر، بس تعرف شو عم فكر؟ يعني أنا ماني حاسس إنه هذا البيت بليق بمقامك. أنا جا عبالي إله للصبي اللي عندي يدور لك على بيت يليق بهالجمال هاد. إن شاء الله بتسلمي لي يا رب. لك شكراً 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 يا شيخ الشباب، أنت يا عمري. تسلمي، تسلمي، شكراً لك. طيب أقعد ورح تجي القهوة عند أحلى شاب بالدنيا. يلا إن شاء الله بتسلمي يا رب، شكراً. ودخيلك والله حاجة يا قلبي، انت معلش لازم تاكل مشان تتغذى وتضل قوي وصحتك منيحة وتضل شيخ الشباب مثل ما انا بعرفك. لما لازم اكل كثير بتعرفي انه هلا بعد ربع ساعة لازم اخذ حبة الدواء. طيب هي اخر وحدة. اي ما لازم تنسى حبة الدواء ابدا، واذا بتنساها عن جد انا بدي ازعل منك ورح انقهر منك وبطل احكي كل شيء. بس ما تزعلين. ان شاء الله بتستنبي الشيء يا رب. حاجتي بس هي. ايه صح. وهي كاسة المي لشيخ الشباب مشان حبة الدواء تبعه. ان شاء الله من ايد ما نعدمه. وين الدواء؟ لا تعذبي حالك روحي، انا لحالي. وين حطيت الدواء؟ ايوه والله ما تعذبي حالك. يا صحة 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 صحة. يعني هو مو دواء دواء، بس هيك الدكتور قال لي خذوه احتياطا يعني. أنا الحمد لله صحتي تمام، ما فيها شيء. سلامة قلبك يا شيخ الشباب. لك تسلمي يا الوش. بتعرفي شو اللي عم هيك يدور ببالي؟ أنت منين طلعتي لي؟ منين؟ أنا وياك منكمل بعض. حبيبتي. أنا بنت حلوة وأنت شاب مهضوم. يا أبرني. بس مثل ما قلت لك ها، حب وبس. حد الله بيننا وبين الحرام. أعوذ بالله. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ بتعرفي انا بدك تسمحي لي لازم اقوم. اذا تاخرت معلش، لانه انا ما بيهون علي قلت لك عن شيء. ان شاء الله تسلمي يا رب. شكرا. وسوء على مهلك ودير بالك على الطريق، واول ما بتوصل دغري بتطمني لا تشغل لي بالي. الله يخليك. ايه يلا باي. رح اشتاق لك يا حلو. أنا البيت شايفه وبعرفه، بس يعني كأنه صاحب البيت مغلي علينا شوي. تكرم عينك بالمكتب نحكي. احكي لي معه. تكرم. ايه خلص ما تاكل هم. شوفي خلص أنا بحاكي. مع مين عم تحكي؟ ايه خلص يلا باي باي. باي الله معك، باي. مع مين عم تحكي؟ لك حبيبي هذا حبيبة للشام ومتخانقين هو وياها وبده يعني يصالحهم. ايوه أكيد متخانقين. إذا كان أنت إن شاء الله مفكرة كل العالم عصافير مثل ما بيتخانقوا على كل، لا تهكلي همهم. بكره بيتصالحوا، هذا الخلاف ملح العلاقة. هلا بس ما قلتي لي، شو رأيك بالبيت؟ يعني هو بصراحة بجنن كتير حلو، بس مو كأنه كتير غالي، والله حرام نحط كل هالمصاري. غالي، على أميرتي غالي، لك ما بيغلى عليك شيء، لك تقبري قلبي. بكره نشرب القهوة أنا وياكي سوا ببيتك الجديد. الله يخلي لي إياك. الله يحفظك، افتحي التابلو.
ايه ستي، خدي هالرزمة وانزلي على السوق واشتري يلي بدك اياه، وبكره بعطيكي رزمة قد منها. بس انا زعلانة منك كثير لانه ما عم تاخذ الدواء تبعك وما عم تاكل منيح. انا ما بحب ما تدير بالك على صحتك. يا حبيبة قلبي انت، يا حبيبة قلبي، شو قلبك علي؟ اليوم بتودعي لي هذا البيت، ما بقى فيه بح، من بكره ان شاء الله على البيت الجديد. اخ يسلم لي الشاب الحلو اللي بده يسكنني ببيت حلو. بالله هلا انا شاب وشيخ الشباب كمان، انت احلى شاب بحياتي عن جد. لك وبتحطهم كلهم بجيبتك الصغيره. طيب شالي لي سيجاره، شال بالي اشرب مثلك سيجاره. ايه بس انت ما بصير تدخن. مو هلا كنت عم تقولي انا شيخ الشباب؟ ها تفضل هاتي شوفي. صحة صحة حبيبي، صحة 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 صحة. هجيب لك مي. يلا لك أحلى أبو خالد بالعالم. شكرا يا عمري. يا حبيبة قلبي مبسوطة أميرتي. إيه بس المهم هلأ شيلني من موضوع البيت، بدي أقول لك شغلة. قليلي يعني هلا انت شاب حلو وصغير وبتاخذ العقل، ليش عم تلبس هذا اللبس؟ والله كثير عم بكبرك. شو رايك اليوم انزل انا وياك على السوق ونقي لك ثياب على ذوقي؟ مثل ما بدك، بتلبسيني بتشلحيني، لك انا تحت امرك، شو ما بدك اعملي فيني. انت شاب حلو والبنات ما رح يتركوك بحالك، بدك تدير بالك. حبيبي شكرا كثير والله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا رب. اللي شو بيحب يشرب الحلو؟ يلي بتصقيني يا الأميرة بشربه. دخيلك. ما بعرف كم مرة لازم أقول لك شكراً، بس أنت أحسن رجال عرفته بحياتي. تقولي أنا شو عم يصير معي؟ وأيامك كلياتها. أهلين بأبو خالد. لا تقليلي، النومة بهذا البيت غير شكل. أي والله الله لا يحرمني منك يا رب، توشني. ما قلتيلي شو قالت لك رفيقتي؟ رفيقتي طار عقلها ما صدقت. قالت لي معقولة لسه في شاب يدلل حبيبته كل هالقد؟ قلت لها طبعا حبيبتي، لأنه مثل الشاب الحلو اللي عندي ما بتلاقي. والله هيك قلتي لها؟ لك طبعا هيك قلت لها. شو مستقل بحالك انت؟ لك بتقب شي قلبي. ها تفضل. شو هاد؟ بدك تفتحي لها تعرفي شو هاد؟ هذا لإلي؟ هذا لأميرتي، هذا لأميرة قلبي. يا الله يا أبو خالد بجد؟ هذا كيف بينفتح؟ هاتي روحي هاتي. كثير حبيته. ايوه هاتي. يلا مشكلته صعبة شوية. ايوه ايه انا ما هلكش عنك يا ابو خالد. ان شاء الله بيحبشني هالعنق يا رب. لك الله يخلي لي اياك يا رب. الله يحفظك. والله زينة الشباب انت. ارجيني هيك ارجيني. إن شاء الله ما بيبلع. حلو؟ إن شاء الله بتستميني يا رب. ما بعرف كم مرة بدي أقول لك شكراً حبيبي، بس والله أنت شيخ الشباب ومن بعدك ما في. إن شاء الله بتستمي يا رب. بدي طعميكي فتوش، بحياتك كلها ما أكلتي مثله. شو هالأبو خالد هذا؟ شو هالأبو خالد؟ يا عيني. ناوليني ليمونة من البراد لقلي. تكرم عينك وأحلى ليمونة.
ضروري. شبك ابو خالد؟ ما بعرف شي ضرب بعيني ضرب. شو بها وين انا هاي؟ اجيلي قرب شوي. شي من هي العين لهذيك العين انا ما بعرف مدري هي من هي. ابو خالد؟ ايش بنا؟ قولي على قامت ابو خالد. طيب حطينا شي غنيه لحتى طفي ناري. ايه وتكرم عينك. لك يقبشني لك يقبشني يقبشني لك يقبشني يقبشني لك يا حبيبي يا ابو شني كنت دخيل ابو خالد يا حبيبي حبيبي لا تقولي لي فتوشاتي غير شكل اي شو هالايدين يا عمري والله ولا اشطر شيف بالعالم بيقدر يعمل مثلهم شفتيني ما اسرعني بالفرم لك انا فريم اخ اي بعرف تقبرني انك فريم انا اللي بعرف يا الله والله ظهري وجعني من القعده حبيبتي قومي لنسهر برا لا تقبرني الله يخليك ما عاد حرزاني لك شو بنا الليل من اوله اخ حبيبي والله العظيم تعبانه ممنوع الاعتراض معك 10 دقايق ولا بقتل حالي ها طيب حاضر يا بيبي لك يقبشني بس لا تفكري بالمحلات هنيك حتلاقي مثل فتوشاتي اي اكيد اكيد يا بيبي ان شاء الله بيقبرني يا بس الو اهلين حبيبي كيفك يا عمري لك ايه انبسطت كثير بالفتوش والسهره اصلا طار عقلي انا ايه حبيبي فطرت يا عمري اخذت الدواء تبعك ايه تقبرني دير بالك على حالك انا قاعده انا وشام عم نشرب قهوه ايه لك ايه طار عقلها بالطوق قالت لي بحياتها ما شافت مثله اصلا هي كثير مبسوطه بالعلاقه تبعنا اوكي يا عمري دير بالك على حالك باي بي حاسستك امه حبيبتي هي الطريقه الوحيده اللي بتخليه ما يقدر يبعد عني ولا لحظه الو ايه يا عمري انت يا روحي حاسس حالك تعبان اخذ لك فوار وحطها بكاس مي تقبشني سلامتك تقبرني انت حبيبي باي ولي ليلي ما عندك عيادة اليوم؟ لا ما عندي بس معزومين على حفل توقيع رواية جارتنا باي حبيبي باي حبيبي حبيبي بما انك تعبان ليش حملت حالك واجيت؟ ما بقدر يا حبيبتي ما بقدر اشتقت لك كثير قلت بجي بتغدى انا وياكي توبش قلبي شو مين عم بدق لك؟ ام خالد رد عليها بركي في شيء ضروري ما بدها شيء بدها تعرف وين انا هلا ما قلتي لي انت شو اخباري ولا شيء حبيبي اجت شام قعدنا شربنا قهوه وتسلينا شوي طبعا كلهم بيسلوكي شوي الا حبيبك ابو خالد بيسليكي كثير طبعا حبيبي يلي ما بيقدر ياكل بدوني وحبيبي يلي بضل طول الوقت عم بفكر فيني شو حبيبي تضايقت من الدخان لا لا ما تضايقت بس ما قلتي لي انت شو اخبارك حبيبي ما في شيء والله قلت لك كل شيء عندي طيب شو رايك يعني نعزم شام وحبيبه على الغداء اي ماشي ماشي اعطيني مفتاح السياره حبيبي لاجيب لك الدواء تبعك يلا حبيبي خلص اذا حاسس حالك تعبان روح على البيت لا 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 ماني تعبان اذا بدك تدخني دخني ها طيب رح اسوي لك شوربه يلا خليني اريح راسي شوي لك انتي شو بكي اليوم يا الله منك ما عم تحكي معي منو كأنك زعلانة ايه ما فات لساني لحلقي يعني حبيبي ما تقبرني شلون بدي ازعل انا وحبيبي جنبي اه طيب حبيبتي لا تساوي شي لا تساوي شي لانه انا مضطر اطلع عن ماما ماما اروح ارتاح بالبيت مو احسن لك مضطر حبيبتي الله معك
طمني عنك حبيبي. انت عاطي بالك على حالك؟ اكيد اكيد الله معك. قال يعني ما بده يعترف انه تعبان ورايح البيت. بيعرف كيف يسكتني. صحتك حبيبتي. صحتك يا حبيبي. يدورك هدول غنوا جاي. لا تقبرني فيها بس لا اعطيني شيء ثاني. على راسي ها خذي هي. الله يخلي لي اياك يا حبيبي انت. لك ان شاء الله بيقبشني الهي. روحي انا اليوم عندي جلسه كثير مهمه على بيعه محرزه كثير. وانا بصراحه ضمر على وشي بس بدي اياك تدعي لي. ايوه اذا ضمر على وشي اكيد رح تزبط يا حبيبي ان شاء الله بيقومشني هالوش. بتعرفي قديش فيها مربح؟ 7 ملايين دولار. وليه على قلبي؟ معناتها الهديه لازم تكون كبيره. ايه لك مو على عيني بس انت ادعي لي يا روحي. ادعي لي يا معلم. اذا كنت طب خلي ولا شويه لا اذا بتريد استنى علينا شويه ثاني بس لا تنساني الكبه اللبنيه. اميرتي بتحب الكبه اللبنيه. لا معلم انت معلمنا. شكرا سيارة. شكرا. اسف حبيبتي قومتك بسرعه بس بقي عندنا موعد ربع ساعه. عادي حياتي ولا يهمك. قلت لك اذا بدك انا باخذ تاكسي وبروح. هي اخر مره بسمع منك هذا الكلام. وحيات عينك مال الدنيا كله تحصر ميتك. حياتي انت حبيبتي. ذكريني ادفع لك فاتوره السريتيل. كسمه السريتيل ليل لام لام. مين حبيبي انا؟ انا. ومين روحي انا؟ انا. ومين غنوجي انا؟ ما بعرف. طيب مين عمري كله انا؟ انا. طيب مين اليوم يلي بده يبيع ويشتري لي احلى هديه بالعالم؟ وحياة عيني إذا زبطت البيع على أشتري لك أحلى هدية. يا روحي أنت خلص خدها من عندي. أنا واثقة أنه بإذن الله رح تزبط وتشتري لي أحلى هدية. إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله. حبيبي يا حبيبتي لك يا سعد قلبي. يا عمري طمنيش أسمع مع كل بالي مشغول عليك. لك ايه معقولة انا اضمر شي على وشك وما يزبط معي؟ معقول؟ لك يقبرني. الحمد لله يا ربي طمنتني. كثير كان بالي مشغول عليك يا بيبي. خير شوف خذي هدول. لا تقولي لي لا. لك لا يا عمري والله بزعل منك. يعني انا ما بدي كنت عم بمزح معك. دخيلك انا. خديهم وصرفيهم وحياة عينك الك بعد منهم احلى هدية. لك الله يخلي لي اياك يا عمري. يا غنوجي انت بتعرف شو؟ أصلاً أنا الله كتير بيحبني إنه بعت لي واحد مثلك يكون سند لإلي ويحميني ويحبني. حبيبتي عمري طالما أبو خالد مجنبك لا تخافي من شيء أبداً. ليش ناوي تتركني يا عمري؟ أتركي لك أنا ما بقدر والله بروح حالي إذا بتركي. كأبرني. تأبرني أنت. طيب شو رأيك اليوم بما أنه صحتك قوية أعمل لك كاس وسكي؟ وأنتي؟ أنا يعني أشرب شوي صغيرة. دخيلي الشوي تبعك. بدك تدوقي خلطة أبو خالد السحرية. بالله عليك شلون كانوا فتوشات المرة الماضية؟ أولي على قلبي شو شلون كانوا؟ إلى هلا ما عم بقدر أنسى. طعمتهم تقبرني. إذا بدك طلعي لي العدة هلا بربع ساعة بساوي لك إياها. لك لا لا حبيبي شو تعمل لي؟ تعال أنا متت من جوعي أصلا. يلا هات الخلطة السحرية تبعك. ايش يا غلي بالزحة للعقل؟ تفضلي ها. يا ويلي يا ويلي شو بشهي يا عمري. شوف خلطة حبيبي. شلون؟ على قلبي حبيبي مو معقولة. كيف قدرتها عقبالك تعملها بتجنن؟ معناته اليوم أكلنا بس باذنجان ومن هي الخلطة. هذا الأكل أعطيه للناطور خطية خليه ياكله هو. لك تقبل قلبي شو كريم؟ يا عمري أنت يا أحلى شيف بالعالم. ما بيقلبه لا بينام ولا بيخلي حدا ينام. شو
عارو يا ابو خالد. اي والله نايمه. الخلطه فظيعه فظيعه كانت يا بيبي، ما عم بقدر انسى طعمتها. ايه طب طيب حبيبي الله يخليك، خليني بس احسح شوي وبدي اقول لك. يلا يلا باي. لا ما حاتاخر. باي باي. الو. ايه يا بيبي ولا شي، شو بده يكون فيه يعني على حطة ايدك؟ هلا شوي تانية بدي البس وروح انا وشام على السوق. لا 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 ما في داعي حبيبي، ليش لتجي توصلني؟ لك مو هيك، ما بدي اعزبك تقبلني. طيب طيب يا بيبي يلا، بعد ساعة بلاقيك تحت. يلا باي. الو حبيبي حبيبي، شو يا عمري؟ تعزمنا على الغداء؟ لك لا لا تقبرني، ما في داعي، لك اصلا شام ما عنده وقت. طيب بلبس لك ثياب حلوين خلص. اوكي يا بيبي يلا باي باي. ايه ستي قولي لي، شلون كانت الخلطة امبارح؟ لك بجننوا، ما عم بتروح طعمتها من تمي. ان شاء الله صحتين وهنا. حبيبتي هلا اذا شام عجبها شي بالسوق اشتري لها اياه. لا تتباخلي، انت اميرة ابو خالد. ها لك يقبرني، انا يقبرني الشهم والكريم حبيبي. حبيبي بالشام وهي ما بترضى. ليكون لازمك مصاري. لا يا عمي مو لازمني شي، عطيتني والحمد لله معي. أخبرني أحلى شابة بحياتي. هي هي علينا، لا صار عمري 42 سنة ولسه عم تقولي لي شاب. 42. ليال حاجتك بكفي؟ ليش بكفي؟ خليه يدفع، المصاري متلتلة على قلبه. بس هذا اسمه ابتزاز. ابتزاز؟ وليش هاي المصطلحات هي بقى؟ بعدين دخيلك قلت ناس ابتزتني بزمانها يعني من أهلي وجر. لك أنا طول الوقت لازم أقعد استحمل غلاظته وسألته وخفة دمه على أساس وبدي أقعد أتغزل فيه وبشبابه اللي هو أصلاً ما أنا موجود. والله طقت روحي. بعدين حبيبتي فوق كل هاد لازم يطلع لي بطاقة شكر. يا ستي بدي ضل قاعدة عم بصرف 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 لحتى هيك حس حالي ربحانة. ها ايه فيكي تنسحبي، مانك مضطرة. لا مضطرة. يي شو حلو، رح يحبوا منصور. ما اهم شي منصور تبعك انتي. ها وهي ما بتطلي ستايلي حبيبي حبيبي. ايه يا عمري انت، ايه يا غنوجي، ايه حياتي، نقيت تياب كتير حلوين بجنون. ايه ايه يلا يلا باي حبيبي باي يا عمري باي. هلو حبيبتي، شايف شاريه السوق كله. اشتريت فساتين واشتريت كنزات بياخذوا العقل. لك ان شاء الله الف مبروك يا روحي. الله يبارك. حبيبي رح دخن سيجاره بالسياره. دخني يا روحي دخني. بتعرفي انا عم فكر ما خليك بقى تشتري اواعي من هون من هون. حاسس اواعي هون يعني ما عمل بقولك لك يا اميره والله. لك تقبر انت.
لك صحي تذكرت يا الله. شو ذكرتي؟ نسيت شي بالبرفانة. ايه ايه علينا تكرم عيونك، بكرة بنشتري. بدخلك شام وينها؟ قلت لها تجي وسمع دير. ليش؟ قال امها كتير تعبانة. سلامتها ان شاء الله، سلامتها. والله كنت حابب اتعرف عليها، بس صدقيني بزمتي انا حبيتها على محبتي. تقبرني حبيبي. شامو بتجنن، ما في منها، ظريفة كتير وطيوبة، بعدين مو معقول شو مريحة. وابو خالد؟ ابو خالد لك ابو خالد حبيبي اللي مدلني وبيعمل لي خلطات وفتوشات طيبين وبيشتري لي تياب حلوين. لك يقبرني الشاب الحلو. تن تن شو رأيك حبي؟ ان شاء الله ما بيبلى، لكن ان شاء الله بتهريهم بالهنا، تقبشي قلبي. لك يا عمري انت يا احلى غنوج بالعالم كلياته يا عمري انت. تدللي روحي، تدللي يا عمري، تدللي. لك تقبر قلبي، تعيش في الجنة. باقي الثياب بتشوفهم علي انا ولابستهم. ايه مثل ما بدك روحي. اخ حبي خلينا نتفرج على المسلسل شوي. ايه روحي يلا. صاي مو بكرة تلاقي لك شي شاب حلو تعملي فيني مثل ما عم يعمل هذا المقواص. رح يا عمري لك ولا مليون شاب بيغبر على رجلك يا حبي. تقبشي قلبي يا عمري. مين حبيبي أنا؟ أنا. مين اللي بيجيب لي تياب حلوين؟ بيبي. مين أحلى شاب بالعالم؟ غنوجك يا روحي. لك يا عمري أنت ليش أنا فيني أعيش بدونك؟ آه والله ما فيني. يا حبيبي سلم إليك، بس ليش كل هالغراب؟ والله كتار يعني ما لهم قرنة. يا حبيبتي تازة غير فيتامينات غير فائدة، لازم تأكلي خضر تازة فوق كيلو أزازة مشان صحتك. هاتي لك سلم هالإيدين. وهذا القديم أنت عطيه للناطور، وبعدين لا تنسي عطيه 500 ليرة كمان. لك يقبرني الكريم أنا، بس تقبرني 500 على حسابك. إيه لا تقبشي من حسابي، من حسابي مثل ما بدك. خذ حبي يلا خذها. جاي على بالي لأنه خطرك بالشبة. أيوه. امشي لقلك. ها سكتك كده. يلا طلع المصاري. وهي المصاري ها. شوف حبيبي وهي قسمناهم بالنص. أنا رح بالنص. ايه يلا بالنص بالنص. هات لقلك. ها جاهز على الخسارة؟ هي جاهز. ايه ستي. ما بدك تقطعلي؟ بلا يلا. لا مبين بدك تغشي هيك عم. قطعت لك بتحطيها من تحت وبتفتي لي، أنا فهمان عليك بدك تغشي، هلا فتي. حبيبي خليك خليك، بس بدي اجي اقعد مكاني. ايه يمكن ما بدك. هلكني من وقت ما رحت وهو قاعد عم يتطلع فيني. مو عرفان انه انا قاعده مع حبيبي الشاب الحلو، مستحيل شوف حدا غيره. انت ابشي قلبي، شو بدهم يعملوا العالم؟ لك انت مثل القمر، ليك المطعم كله عم يتطلع فيكي. خجلتني. المهم هلا مين امبارح غلبته بالشده وبدي اغلبه اليوم كمان؟ لا لا لا، اليوم انا اللي بدي اربح. هلا بنلعب وبتشوفي. هلا بنشوف. طاعي شو؟ جوكر تشتري؟ بشتري، بس السعر غالي. ها معك من المية للمليون، المهم اغلبك. يا سيدي بطلت بي فت لقلك. لك انت بتعرفي ليش انا بحبك؟ لانه انت مو بعينك مصاري الدنيا كلها، انت مو مثل البنات اللي عرفتهم ابدا. ايوه كانه عم نرجع نتذكر قصص الحب القديمه يا بيبي. لك ان شاء الله بتعدميني اذا بتذكر غيرك. لك معقولة أنا أتذكر غيري؟ لك أنا وقت بمشي معك بالطريق لك عيوني العالم كله عليك. لك والله شي بيرفع الرأس. نسيان شيء ابو خالد؟ لا والله، بس كنت قلت لحالي بيجي لعندك بنطلع نسهر سوا. حاطين شيء هون بزحله؟ بنطلع نسهر سوا ولا شاكك فيني؟ لا، اعوذ بالله. قول الحقيقه انك شاكك فيني ابو خالد.
لا والله بس يعني ما بعرف ليش بحس بس أنا أطلع من عندك من هون بحس إنه بدك تنسي من البيت. الله يسامحك يا أبو خلودة، معقولة أنا عم بتفكر فيني بهي الطريقة؟ أصلاً أنا ما عندي غير حبيبي أبو خلودة وبس. عن جد ليال، عن جد؟ عن جد وكل الجد يا بيبي. بعدين أنت هلأ لازم تهتم بشغلك مو؟ خلاص من بكرة الصبح بنزل على المعمل. ايه تقبرني، حرام، هذا شغلك ومالك، حرام تأمن عليه حدا تاني. صدقيني أنا بهالدنيا كلها ما بثق بحدا أبداً غيري. مزبوط، مزبوط والله. مشان هيك اجيت وعملت لي كبسة. ليال انت لك ليش هيك صايرة بخيلة يعني؟ لا تيجي تفضل، لا تيجي من ضيفك شيء، شو أنا؟ غير الموضوع لك غيره، بس ما رح تستفيد شيء، صرت ماسكة عليك زلتين، وحدة الغش بالشدة، والثانية شك فيني. شو؟ بلاقيك سكتت يا بيبي. بس بدي أشوف كيف رح تكفر عن ذنبك. يلا اقعد لجيب لك ويسكي. خلصينا ولو؟ شو أول مرة بتصير معي؟ لأنه مو أول مرة. بس ليكي إذا بدرى إنك مخبرة شان ما تحاكيكي بحياتي. إيه حاجة تهددي حاجة، كلي. مالي نفس. ألو؟ أهلين حبيبي، اشتقت لك كتير يا عمري. شو؟ شمستك عالية اليوم. أيوة؟ طيب يا عمري، فطار وخذ الدواء تبعك ورجع حاكيني. أنا؟ إيه قاعدة أنا وديما. أوكي حبيبي، يلا باي باي. وحبك قديش عمره؟ شي 60، بس هو مصر إنه عمره 45. أيوة. طيب ما بتستحي تمشي معه قدام العالم؟ يعني أحياناً بس نكون قاعدين بشي مطعم والناس والجراسين يصيروا يطلعوا فينا بخجل، وأحياناً ما بتفرق معي. يخرب بيتك شو قوية ستي، كمان مدللني كتير. خدي كلي باي. وشو يعني هيك رأي الست شام بالوضع الجديد تبعك؟ هيك تقية الست شام بقى ببوس إيدي، بحبها بحبها وبيموت عليها. اتخانق ودقلي عم يترجاني كرمال صالحهم. ايه طبعا بده يموت عليها وبيحبها كتير، لانه اكيد بتكون عطيته كل شيء. شام وبعرفها كلي ديما. معرفتك انت والماركات، اسأل الله ايام بسطات الحميدية. حاجة تذكرني بهالايام الماركة بقى. شو صار لك؟ هلا حلو نروح معكم، انا لابسة بيجامة. حبيبتي شبه بيجامتك حلوة كتير، بعدين ليكك هي معطي وشك. ايه ليش وكل هاد؟ للضرورة تقبريني نقي وحدة. ما بدي. وصل أبو خالد. يلا 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 بسرعة. هلا مو بس نشوفي تعدي تقضيها ضحك ومسخرة. ماني بعدين ليكي بتقولي له إنه أنا حكيت لك عنه كتير 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 كتير، وإنه أنا بحبه وبموت عليه، وإنه هو الشاب الحلو تبعي. يلا ماشي. أهلين 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 بغنوجي أنا ديما. مرحبا ست ديما. مرحبا. وين بتحب تروح ست ديما؟ وين ما كان يعني، المهم بالشام. شو بكي متلبكة؟ شو رأيك بغنوجي أنا؟ شفتي ما أحلى؟ بجنن حبيبي أنا. حبيبي حاج تطلب اكل والله بكفيه. انسي ديما اول مره بتطلع معنا، بعدين كرمال عين تكرم مرجع عيون. لك الله يخلي لي اياك يا حياتي. ما قلتي لي انسي ديما كيف المحاماه معك بهالايام هاي؟ والله متعبه وبتوجع الراس. انا عن اذنكم بدي اقوم اغسل ايدي. تفضلي. حلوه ديما. ايه لا تنغر حبيبي، كله حشي من قدام ومن ورا. من قدام فهمتها، بس من ورا شلون يعني؟ حبيبي ما عم تنزل على السوق وتشوف مشدات البوشقة؟ ايه اي افاب 2000 ليرة. يا الله يخلي لي حبيبتي اللي كله عندها طبيعي. مشان تعرف قيمة الكنز اللي عندك.
كأنه ما عاد جبت لي ذهب. إيه علينا تكرم. يا الله شو طالعين حلوين مع بعضكم. على فكرة طوال الوقت اللي هي ليال عم تحكي لي عنها. هي ليال حبيبة القلب وحياة عينك، محضر لك هدية ما في منها. أنا شو ما سويت إلا ما بكافي. لك تأمر قلبي يا عمري. يلا تفضل. أهلين أنيسة ديما. أهلين فيك. يعني ملاحظ كأنه حكياتك قلال، مع أنه اللهم صلي على النبي، يعني المحامين بيحكوا. دمدومتي، ما قلتي لي انبسطتي؟ هي كثير. يا ريتنا عزمنا هشام ومنصور. ليش؟ أنت بتعرفهم؟ لا، بس حبيبتي هذاك اليوم كانت عم تحكي معهم مشان تصالحهم. شو حبيبي ليه وقفت؟ حبيبي وين رايح؟ شو بها؟ مو أنت قلتي له طول الوقت إنه ليولة عم تحكي عنك وبتحبك وطايرة عقلة فيك؟ هلا شوفي شو النتيجة. كأنه السيد منصور صارع الدنيا بالست شام. بحبها بحبها. ليش ما عم تستوعبي؟ ابقي قابليني. لك تقبرني يا عمري، رفعت لي راسي قدام رفقاتي. الله يخلي لي اياك يا رب. حبيبي انت يا عمري. لك والله هلا حتى طعمة السيجارة بتصير غير. ان شاء الله ما بتدلع السيجارة. دخيلي. وهلا صار دوري غنج. حبيبي شو بتحب تشرب يا عمري؟ ويسكي، قهوة، زهورات؟ ما بدي شيء. شو رأيك نطلع نسهر؟ ايه انا اللي بطلع بسهر. طيب خليني اقطع لك فواكه. لك توب شيني، ما بدي شيء عاملك، انت احلى فواكه. روحي. حبيبي حبيبي انا كثير بحبك يا بيبي، وبحب الذهب كمان. وحياة عينك لضل جيب لك ذهب ليصير عندك 5 كيلو مثل درتك ام خالي. ايوه لكن يا عمي درتي عندها 5 كيلو ذهب، اما انا بتجيب لي هالكم اسوار اللي فرحان فيهم. ما في عدل. وبعدين انت عم بتخالف الشرع كمان. اموري عم تزعل، تقبش قلبي. ما بيبقى غير الورد. ان شاء الله بتستميني يا رب على الصباح. يا عمي كيف الشغل بالماما تقبلني؟ ماشي الحال، بس بيني وبينك المواد غليانه ما عاد وفيت مع البنوك. طيب انت صغر العبوه او قلل الكميه وبيع بالسعر نفسه. لك ان شاء الله بتقبشي قلبي على الافكار. مشان تعرف، بس تاني مره الاستشاره بمصاري. قهوه؟ قهوة يا روحي قهوة. لك لعيونك يا غنوجي أنا. لك دخيل القهوة يا دخيل القهوة. ايه يا بيبي شو أخبار درتي؟ ما تكون عم بتدللها أكثر مني ها؟ لا وحياة عينك، من هلا ورايح قطع الذهب إلها، قطع الذهب إليك. هيك ها؟ قالتي لي رفيقتك شو قالت لك عني؟ ايه شو قالت لي؟ طار عقلة طار عقلة فيك بجمالك وكرمك وأناقتك وعيونك. بس أنا فهمت أني بغار كتير. ها إيوة حتى تعرفي إنه حبيبك قدي جر طرمان. حبيبي جنتلمان جنتلمان. شوفوا بلاقيكي تعبتي. لا والله اجتني ظريفة شغلة هالنفخ عم تفرغ شحنات. بتعرفي شو؟ قريت هداك اليوم انه كتر النفخ بخفف هديك الشغلة. دخيلك انتي. بتعرفي ديما؟ والله بالي عم تشام. شو بها؟ ما بعرف. حاسة امورها مع منصور ما كتير زابطه. ما اساس بيحبها رح يجلها حتى يصالحها ولا نسيتي؟ بتعرفي شو؟ مو الحق عليكي، الحق على اللي بيقعد وبيحكي لك. يا عم بمزح، شو ما بتلقي مزح. هلا ليش مكسره اللون الاحمر؟ ليش مو جايبه غير الالوان؟ ليش الاميره زعلانه علينا؟ يمكن هذا الزبال.
شامو ديما وبتعرفيها. كي ما ردت علي السلام. بعدين انتم من ايمتى رجعتوا تحكوا مع بعض؟ من فترة بس ما خطر على بالي قلك. بتعرفي علاقتك بأبو خالد؟ ايه من فترة طلعنا تغدينا سوا. يا ستي من الآخر هي رح تجن، مفكرة إنه أنتِ أخذتي منصور منها. منصور؟ إيه منصور أساساً مو مفكر فيها. إيه ما بتعرفي ديما أنتِ. إذا الواحد ضحك بوشها بتفكر إنه تاني يوم بده يتزوجها ويجيب منها عرولات. شبكي شامو؟ ليش ما عم تشربي قهوة؟ لا أنا لازم بروح. طب شو صاير لك أنتِ التانية؟ قعدي شوي. خلص أنتِ مشغولة، خلص نلتقي بعدين. يلا باي. طيب يلا باي. يلا طفي الشمع يا بيبي. برافو، كل سنة وانت سالم يا عمري. هي أول مرة حدا بيعمل لي عيد ميلاد. لك طبعاً يا عمري، ما أنا مثل هذا اليوم خلق حبيبي وحياتي اللي أنا بحبه وبموت عليه. بتعرفي أنا حاسس حالي إني بيبي صغير. طيب مين حبيبي أنا؟ أنا. طيب مين روحي أنا؟ أنا. ومين غنوجي أنا؟ لك أنا يا عمري. طيب مين اللي بده يجيب لي 5 كيلو ذهب؟ أنا. ومين اللي بده يفتح لي حساب بالبنك؟ لك أنا يا روح. أنا أنا. الفستان لحبيبي وبس. ديري بالك ليالا، أنا بغار عليك كثير. حبيبي إذا حاسس حالك تعبان بلا ما نروح نسهر، مشان بكرة الصبح تلحق تروح على البنك على بكير. أنت غلاوتك من غلاوة ولادي، وبدي أمن عليكي. لك بركي متى؟ بعيد الشر حبيبي، لا تحكي هيك بزعلها. لك لا تقولي لا تحكي هيك، دنيا وأحوالها. بعدين أنا بعرف وضع أهلك منيح. لك خلاص خلاص. وبركي بكرة دقني الحماس وتركتي. ساعتها بدي موتك بإيدي هدول. يلا أمشي. هيك ها. لك شخطيني شخطيني يا روحي، لأنه أنا ما بجي غير بالعين الحمراء. ايه امشي لك. تعال يلا. أهلا يا أبو خالد. ايه أنت حطون عم عندك هون هون هون. الله يرضى عليك. ايوه شو هالمفاجأة الحلوة يا أبو خالد؟ مو على أساس عندك اجتماع بالمعمل؟ ايه شو نسيتي شو سويتي معي امبارح؟ بعد اللي سويتيه امبارح بلا اجتماع بلا بطيخ ما بقيت فارقك منهم. شبنا ليكون لأنه صار معك مصاري ما بدك تحاكينا. ايه لا بدك تطول بالك علينا، كلهم 300,000 ليرة. ولا يهمك حبيبتي، كل شهر لحزد لك ياهم. كيفه خلودي؟ على قول أمه صار أحسن. لك الله يسامحك يا حبيبي، ليش ما رحت شفته؟ والله حرام. انت حين بجي باكل أنا وياك الانتين بعدين بروح. قولي لك شو حطتي لي بتمي؟ مو على أساس شمشوم الجبار وبتحب الحب؟ يلا حبيبي حرام مشان خلودي. اي والله تعبان هلا، بخلص فنجان الشاي وبروح. شايفك مو على بعضك. ما فيني شي حبيبي، ما فيني شي. شو لأنه صار معنا مصاري ما بدنا نحكي يعني؟ شايف؟ بتعرف شو؟ ما بقى جاوبك. اعطيني لقلك. آخ. ايه ستي شوفي ما في. ما في شي حبيبي، ما في شي. هلا لا تقولي لي كأنك مالك على بعضك، إذا في شي احكي. حياتي شو بده يكون في يعني؟ مالي شوي. مالي؟ قومي حبيبتي نروح، وين ما بدك باخذك. وابنك؟ ابني.
لي على القصة اللي ما هأخلص منها اليوم أنا. ألو، إيه كيفك؟ كيف خالد؟ أعطي بالك عليها؟ إيش؟ يعني منين بدي أحكي؟ من الشغل؟ ها؟ أنا شايفك كأنه فكرتيني قاعد أنا بشي صبية حلوة ومروق كتير. إيه لا 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 بدي تأخر تأخر، لا تستنيني. يلا مع السلامة، باي. حبيبي ليش هيك عملت؟ والله بزعل منك، يعني كنت دقيت لديما أو لشام وحملت حالي وطلعت معهم. وين بتحب تروح أميرتي؟ لك دخيلك أنا، شعلان، صالحية، أبو رمانة، لبيروت، بس أنت أمريني وبس. شو هالدلال هذا؟ شو هالدلال يا حبيبي؟ لك الله يخلي لي إياك يا عمري وما يحرمني منك. يلا رح أقوم ألبس أنا. قومي. جهزي حالك منيح. ابرني. قلت لك ما بعرفه انا شو دخلني سياره واقفه قدام البنايه، شو ما حدا غيري ساكن هون؟ وانا عم اقول لحالي ليش مكشره فيني من على بكره؟ يا علينا، واحد ازعر وتطلع فيني، انا شو ذنبي؟ فهمني شو ذنبي؟ يا الله على هالمصيبه، يا الله على هالمصيبه. هلا اكيد ما بتعرفي. لك يا عيني يا روحي يا قلبي، انت والله ما بعرفه وبحياتي ما شفته. لك معقوله يا ابو خالد ثقتك فيني هيك؟ مو معقول. مشان الله لا تاخذيني، مشان الله لا تاخذيني، والله انا بغار عليك كثير. اي يلا ما في مشكله. شو تشرب؟ شاي. صحيح انا نسيت اقول لك، انا بكره مسافر على الاردن. اي منيح، الله يوفقك بشغلك يا عمري. بس وحياه عينك ما بتلاقيني غير المساء عندك وما بتاخر بنوم. لك ليش؟ ليش يا ابو خالد؟ يعني قصدي انه حبيبي انه نملك ليله ليله واحده بس. تقبرني يا غنوجي انت مشان صحتك ومشان تضل مرتاح وتضل قوي مثل ما انا بحبك. لك ما بقدر يا روحي، ما بقدر. لك مالك سمعان الدج والخبيب، ما بقدر اتركك لحالك، ما بقدر. الو. ايه يا عمري انت، ايه غنوجي، طمني وين صرت؟ طيب ليك لا تنسى تمر على سوق الحرم مشان تجيب لي الاغراض اللي وصيتك عليهم. ايه يلا باي باي، حبك انا، باي. ادم دومتي؟ ايه تقبشيني. ليك ساعة وكوني عندي لا تتأخري. ايه يلا باي باي. ايه غنوجي انت مشغول؟ ايه حبيبي كنت عم بحكي مع دمدومة بدي اطلع انا وياها نشرب قهوة. شو؟ ذرة أردنية؟ لا حبيبي لا تجيب لي ذرة أردنية، بكفيني اللي عندي هون بالشام. أي حبيبي طبعا بغار عليك يا غنوجي أنت. ألو ألو. دخيل الله منيح اللي انقطع الخط. الله الله العظيم، حرام انا، حرام انا. حبيبي حبيبي رح اختنق ديما، رح اختنق. ولك ما عاد فيني، لازم دايما 24 ساعه تضلي قاعده عم بتسايري وتتغزلي فيه وتتغزلي بجماله. ولك ما بينام، ما بينام ولا بيخلي حدا ينام. تخيلي بينام الساعة 4-5 الصبح وبيفيق من الساعة 8 الصبح. لا وفوق كل هاد مستعد يروح على 10 مطاعم باليوم. طيب خلص تركي. ما بقدر ما بقدر ديما، أنا تعودت على نمط حياة معينة، اشتري مثل ما بدي، اصرف مثل ما بدي. أصلاً هو عارف يسيطر علي بهدول الحركات، شو ما طلبت منه بيجيب لي إن شاء الله من آخر الدنيا. تعرفي؟ بس أحياناً برجع بقول إنه يلا يا بنت سايري، يعني بيكفي إنه كريم وبيحبني وعم بيدللني وما بيمد إيده علي، وأنتي بتعرفي إنه مو أي رجال بيقبل بهذا الوضع. خلصينا بقى، أنتي مو عارفانة شو بدي. رح أقوم ألبس وننزل نقعد بشي محل، بدي أنزل شوف العالم، بدي شوف شباب شباب. ولك عفن قلبي. إجاكي مو حبيبي حبيبي يا عمري.
لا تقبرني ولا شي، نازلة أنا وديما نشرب قهوة بشي مكان. ماشي يا عمري أنت، باي. لا طقت روحي، رايحة ألبس بعد. خلصنا بقى، شرحتينا كأنه أول مرة بتشوفي شاب. ردي على تليفونك. يا ستي أول مرة بشوف شاب وما دخلك فيني، وتليفوني هلا ماني رادة عليه، شوي تانية برده بقول له إني كنت بالحمام. لك ردي صراحة ردي. ألو، أهلين يا بيبي. قاعدة أنا ودمدومة بالمطعم عم نتغدى. لا حبيبي ناشفة، لا شباب ولا يحزن. بعدين أنا شو بدي بالشباب وعندي أحلى شاب بالدنيا. طيب يا بيبي يلا ايه دير بالك على حالك، يلا باي باي. لك لا يا عمري لا ما بدي سكر، بس انه قلت لحالي انت بتكون مشغول. طيب يا عمري يلا ماشي دير بالك على حالك، يلا باي بيبي. يا الله ولا كأنه مسافر. لك كيف بتقدري تساري كل هالقد؟ لك والله كتير غليظ. مضطرة هلا شلينا من سيرته. انت شو ما في حدا؟ ما في حدا. لك تضرب شو حمارة؟ طب إلك شي واحد على هالفيسبوك؟ كل البنات عم يتزوجوا بهي الطريقة. يا ما عندي نت ولا عندي لابتوب أساسا. بسيطة حبيبتي بسيطة، بكرة منجيب لك لابتوب ومنركب لك نت وأحلى فيسبوك لعيونك. يعني لازم أنزل على السوق، كتير حبيته وبدي أشتريهم. عادي عادي أنا بفتحه. سهلا بدي هون شو اميره منها؟ يا اهلا مرحبا حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك تسلمي لي يا رب، اشتقت لك كثير. انت اجيت هيك بتنامي يا روحي؟ لا والله ما بتروحي شبنا عدو، بدي اسمع اخباركم شو صاير بغيبتي شبكم. حبيبتي انا جايب لك شويه مكياجات قبل ما تروح ديما، خليها تشوفه وتعطينا رايها. لك تقبر قلبي ليش هيك؟ والله كتار يا عمري سلمك. لا كتار ولا شيء، تكرم عيونك حبيبتي، واللي عم تبيعني كانت حلوه، لك شو ما عطتني اخوت. ايوه انا عن جد تاخرت، لازم لك خليكي بالله. بالله ما بتروحي تقبريني دمدومه، هاي هديه من ابو خالد. عن جد شكرا ابو خالد. يا اهلا وسهلا، ولا تشكريني دخيلك، تشكري هالاميره الحلوه حبيبتي. حبيبي تقبريني. يلا غيّا. شكرا يا اميره. انا مظبوطه روحي، لا تخبريني شو بيصير عشان طلال. اخذت لك عقلك لكن مو ماشي. ايه علينا، لك لا اخذت لي عقلي ولا شيء، قلت لها عندي احلى حبيبه بالعالم كله، بدي تنقي لي كم غرض لها. وبتعرفي شو قالت لي كمان؟ شو؟ قالت لي نيال حبيبتك عليك. انا كم مره قلت لك تبطل هالوطاوي؟ ما فيك الله يسامحي، هلا هذا اللي طلع معي طلعت واطي بعد ما لي جايب لك الاغراض كلياتها. أنا آسفة حبيبي والله ما كان قصدي. هي كتريدي منها تبع حبيبي، طالعة من تمك مثل العسل، لو كان إن شاء الله بيقبرني التم. لك تقبر قلبي شو اشتقت لك، بس حبيبي مبين عليك تعبان، روح ريح بالبيت إذا بدك روح. لك لا لي تعبان ولا شيء، هلا إذا بغسل وشي برجع مثل ما كنت. هون إيه شو الأخبار؟ ما في شي حبيبي، الاخبار عندك؟ انت كنت مسافر. عم بسالك على اخبارك انت وديما. حبيبي انا وديما ما عملنا شي، رحنا غردنا واجينا على البيت وبس. يا علينا بقى. الو كيفك حبيبتي؟ منيحه وانت؟ يعني شو بده يكون في ابو خالد؟ اذا انت طلعت من عندي الساعه 4 الصبح وهلا الساعه 11. شبه الاميره، ليش معصبه؟ ماني معصبه بس هيك ضايق خلقي ومو جاي على بالي شوف حدا، عادي يعني بتصير. امبارح كنتي ما احلاكي ابو خالد. انا مالي وطاقه وبيصير فيني مثل ما بيصير باي انسان، مو جاي على بالي شوف حدا فيني. بتحبي اشي اخذك على شي مكان هيك حلو؟ لا لا لا. شو رأيك تنزلي على السوق تشتري لك شوية تياب؟ بركي هيك بتسلي يعني. باي ابو خالد باي. لا مشو حمار سام.
حل عني يا حل عني يا بقى ما كان يفهم علي. خلصنا. ليش ما عم تردي؟ قلت لك حابه ضل لحالي. ايوه ما عاد بدك يعني ما هيك؟ لك انت ما بتستوعب؟ عم اقول لك مضغوطه مضغوطه. اسمعي لي معك ساعتين بدي ارجع ما لاقيكي بهالبيت هاد. انا مو ناقصني فلتانات هون فهماني؟ شو؟ فلتانات؟ لك العمى بقلبك ليش هيك عم تحكي معي؟ بس لاني مالي قدرانه سايرك؟ والله ما بكون ابو خالد اذا ما بخليك تبوسي قصر معي. والله شو؟ يعني يا بكون مثل ما بدك 24 ساعه يا اما بترميني بالشارع؟ شو؟ عم تصرف على بسطك لكان؟ شو قلت لك؟ بدي ارجع ما لاقيكي هون؟ تنقلعي من هون؟ الله معك. الو ايش عم وهلا لوين بدك تروحي يا ليال؟ هذا اللي هامك؟ مو فرقان معك انه مسحت بكرامتك الارض؟ ليش هالحياه الزفت خليت فيني كرامه ولا بطيخ؟ معلش ليال معلش هدول بيستاهلوا منك شوية انزعاج وهذا أبو خالد مثل الكلب رح يرجع. ليش وين بده يلاقي وحدة تستحمل قرفه غيري؟ طلع منه هالختيار الجن. اي بس أنا الحق علي طول الوقت قاعدة عم دلله وغازله وغنش فيه ما بعرف على شو. بس هو ما حمله عقله ما حمله عقله ديما شاف بنت صغيرة وحلوة وقاعدة عم بتدلله طول الوقت خلص كبر راسه. ولك آخ يا ديما آخ آخ على ما أبزق بنص خلقته يلي بيقول سكروب وسيرياتير طلع له لسانه صار يحكي. ايه تحكي وحياة الله شي بضحك. لك تخيلي تخيلي بدال ما يقول عن الريسبشن بيقول ريسبشن. لك وحياة الله جنني أنا ما بعرف كيف كنت مستحملته. خلص هدي ليول هدي. لك شو هدي ديما شو هدي ما عم بقدر ما عم بقدر دمي عم بيفور ويغلي منه. طيب شو بدك تساوي؟ شو بدي ساوي يعني؟ طيب أنا برأيي تتركي البيت وتدوري على شغل. ما بقدر ما بقدر تعودت على المصاري والفوتة والطلعة منيح هيك. يلي بيسمع كلامك عم تحكي هيك بيقول طول عمرك عايشة هيك عيشة. مو شرط تكوني طول عمرك عايشة هيك ديما. نحنا هلأ بزمن ابن كلب إذا ما معك مصاري وجيبتك مليانة ما حدا بيشيلك من أرضك ما حدا بتضلي زليلة طول عمرك. شو نسيتي أول واحد حبيته شو عمل فيني؟ ولا جوزي يلي بهدلني بالمحاكم وشرشحني؟ كل هذا ليش؟ كل هذا لأنه أنا ما وراي أهلي. عرفتي شو؟ ما وراي أهلي يحموني. أحسن شيء أضربها طناش. يعني مو معقولة يجي ويقلعني من البيت. هلأ أنا لو كنت محلك والله ما بقعد ولا دقيقة. بس إذا أنت هيك شايفة وضع تاني. تعرفت لك على شاب مهندس بالإمارات وخدي طوال الليل على حكي عتشاب. ولك أنا بشو أنت بشو؟ لك قال لي إنه أنا حلوة وما له مصدق أمتى يجي يعني مشان هيك يشوفني بس ما عم يقدر بسبب الأوضاع. أيوة وأنت طبعاً فوراً صدقتي وعشتي بالأحلام تبعيتي. لك شفتي الكبد شو بيعمل شفتي؟ دخلي مو أحسن ما وصل لحالتي؟ أنت ما فيكي ما تشمتي؟ ما فيكي ما بتقدري صعبة. ماني شمتانة حبيبتي بس مشان تعرفي إنه مو بس حياتك هي الصح ومو كل الناس بتقبل تعيشها. شربي قهوة شربي. ليال دخيلك يا عمري لا تروحي.
بترجاكي لو سمحت ابو خالد، انا ما صدقت على الله انت لاقي بيت، انا هو اللي نام بالشارع ولا نام بهذا البيت. لك بوس رجليك، لك والله ما بعرف كيف طلع مني هذا الحكي، يا ريته انقطع لساني ولا حكيت هالحكي، بس يعني انا عالي ما اتحمل انه ما بدك تشوفيني. بتقوم بتقلي فلتانه؟ ليش فلتانه يا بعدي؟ لاني صمتك؟ لاني ما قرنت لك؟ لك ابو خالد انا باكل من الزباله ولا بسمح لحدا يحكي معي هيك، عم تفهم؟ لك مشان الله شو اعمل؟ اركع لك ها؟ هي ركعت هيك منيح. قلت لك استاجرت غرفه بدويلعه، ابقى اجيب لك شي شريفه على هذا البيت. مشان الله ارحميني، لك انا ما بقدر ما بقدر بلاكي، والله من امبارح وانا داير بالشوارع، ارحميني بقى. ليش فكرك يعني انه انا ما حبيتك؟ ولا ما تعودت عليك وعلى هالبيت الحلو؟ ولك انت اذا ما اكلت انا باكل همك يا ابو خالد. خليكي ليال، والله بموت اذا رحتي، شوفيها خطيتي برقبتي. ما عاد يمشي الحال ابو خالد، بعد الكلام اللي قلت لي ما رح يمشي الحال. لكن انا فلتاني ليه؟ لاني اعتبرتك واحد من اهلي ولا لاني اخذت منك مصاري؟ لك شو مصاري ما مصاري، لك يخرب بيت المصاري، لك كل مصاري الدنيا تحت رجليك. طيب ليال حسجل لك عقد البيت باسمك، منيح هيك؟ ما عاد يمشي الحال ابو خالد، خلص انت كسرت كل شيء حلو بيناتنا. يا علامتك يا ابو خالد شو عملت بحالك؟ كيف لطيف، شو بدي اعمل يا ربي؟ يلا انا صار لازم امشي ابو خالد، وهلا بعطيك المفاتيح. لك وحياه راس ولادي يلي ما عندي اغلى منهم، انا ما كان قصدي شيء بهالحكي هذا. بعدين يعني معقول الحب اللي بيناتنا هاد يروح بهالسرعة؟ شبنا كل العشاق بيختلفوا وبعدين بيصالحوا. عقد البيت باسمي ونسخة المفتاح اللي معك بتعطيني اياها، واذا يا ابو خالد هذا الموقف بيرجع بيتكرر مرة تانية بحياتك ما بقى تشوف خلقتي. خلاص مثل ما بتأمري، وانا غلطان وبالساهل تضربيني بكندرتك. ايه بس انا ما بعمل هيك وانت بتعرف. يا ستي انت احسن مني وانا ما بالساهل. منيح اللي عرفت. أنا عارفان إنه أنت ما بدك تتنوعي بوشي. إيه مزبوط. طيب يعني هلأ معقولة وين راح هداك الحكي الحلو؟ ما بقى في منه يعني غنوجي، بيبي، حبيبي، شو بنا؟ إيه لا لا، انسى بالمرة، لأنه هاي الحركات طلعت ما بتلبق لك بنو. ما بتلبق لي؟ أنا بعرف كيف براضيكي. بروحي هلأ، جهزي حالك لنطلع نتغدى بشي قرنة. خد مصاريك. هلأ هيك؟ طيب حبيبتي انت هلا ارتاحي والمساء انا برجع لعندك بتكوني رقتي. شو ما صايتيني من ايدي الطيب. مشان الله لا تعامليني هيك، بدون شيء انا كرهان حالي. هيك؟ لك أنا منيح مني لساتني قاعدة هون أبو خالد، أنت قلعتني، قلعتني. يا ستي الحق معك، وبدي انلق بالكندرة منيحة. إيه بس أنا ما بعمل هيك، أنا أحسن منك. فعلاً أنت أحسن مني، معك حق، معك حق. بدك تعطيني شوية وقت لحتى أنسى الكلام اللي حكيتني يا أبو خالد. والله أنا بكيك دم يا أبو خالد. لكن أنا بدي بوس صباطك. فوت أبو خالد فوت. لبقت جديدي أبو خالد. أوف ليش بقى؟ غيرت اسمك؟ معك حق، معك حق، لأنه الغلط ركبني من فوق إلى تحت. يا بسيطة الله يسامحك. ضيقة للقي من قهوة.
لا يعني رفقاتك صاروا أهم مني؟ والله لما حضرتك قلعتني رفقاتي كانوا طول الوقت جنبي. لك ولي علينا وعلى هالقصة اللي ما كانت تخلص، لك مو على أساس سامحتيني؟ أول شي بتكتب عقد البيت باسمي مثل ما اتفقنا، وبعدين لكل حادث حديث. طيب يا ستي، بكرة الساعة 8 بلتقي أنا وياكي على باب المحافظة، منيحة؟ هلا خلينا نطلع أنا وياكي. لك يا عيني يا عيني، ما قلت لك انسالي هالقصص كلها، انت لا بيلبق لك سهر ولا بيلبق لك غنج ولا بيلبق لك دلال، انسى. مرحبا روحي. اهلين. مو على اساس حلبت، شو رجعك؟ شكرا. شو روحي؟ إذا ما عجبوكي والله بغيره. لا يسلم. شو بتحب تشرب؟ شو ما صايتيني من إيدك حلو. زهورات منيح؟ زهورات يا روحي، زهورات. إيه تكرم. بس يعني انت طالما انت بجنبي انا روحي بألف نعمة. ايوه الحمد لله. انا بعرف انه هدول بيكونوا 12 مو 6. لا تهزي بدنك يا روحي، تكرم عيونك، بكره بيكونوا 12. شو بده يتحمل بكره؟ لا يتحمل عقد بيت سنه ولا اساور. خايفه يجي بكره وما بقى اشوف خلقتك. عن اذنك شوي. لا لا بدي فوت على الحمام. ايه لا تنسى تغسل. هلا ما عاد تقدر تقلاني، دير بالك. ها ايه ليكون بدك تاخذي بتارك مني. ها هلا بدال هالمصاري اللي دفعتها لو حاططهم قصة بيت ما كان اشرف؟ لا حبيبتي هيك احسن. بس فهميني هلا، رأيت الأميرة ولا ما رأيت؟ والله عم بستنى الست اساور. لك تكرم عيونك، اليوم المساء بيكونوا عندك. طيب يعني هيك ما بيطلع لنا شي فنجان قهوة؟ ايه تكرم عينك. وبس وبس. ماشي يا أبو خالد، ما بيكون اسمي ليال إذا ما ببزق بنص خلقتك. فتوش؟ لا مشان الله، لا فتوش ولا وسخ ولا عجق الدنيا. ولا يهمك، إذا مشان التنظيف وحياة عينك أنا اللي بنظف. إيه تفضل بلش. أنا راسي. ما في ليمون بالبراد، اتصلي خليه يبعثوا ليمون. آسفة، اتصل أنت. مرحبا حبيبي، يخلي لي عينك، بدي 3 كيلو ليمون. إيه إيه لأبو خالد. يرضى عليك لا تأخر فيهم. منعرفك كريم، كان حاجة كيلو. ليكون زعجك كلامي. ألو لك أهلين، كيفك؟ والله مشتاقت لك. طيب ليك بحكي معك بعدين. إيه يلا باي باي. لك أنا قلت لك آسف، كم مرة بدي أعتذر لك؟
حلفت لك ما بقيت عيدة. لك انت ليش عم تعملي فيني هيك؟ ليش؟ فهميني بس. لك يا عيني شو عملنا؟ شاب عمره 35 سنة ومعجب فيني، شو ساوي أنا؟ بس انت قلتي له إنه بدك تحاكي. ايه لازم اقول له هيك كرمال ما بقى يدق مرة تانية، شو أعمل؟ هيك ها؟ هلا صاروا بيعبوا العين، صاروا 12. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك، بس ما بقى بتزعلني ها؟ بزمتي هي آخر مرة بزعلك فيها، بستي حاسس الدنيا كلها موسعة من الفرح، وبهالمناسبة هي طالما مبسوطين، شو رأيك نطلع نسهر؟ إيه؟ أنا اللي بطلع بسهر، بس حابة أشربك شيء أول، شو تشرب؟ آخ روحي، بدي شوية ويسكي هيك بالريقي. إيه بتكرم عينك. شو؟ بدك تفوت على الحمام؟ لا بس انشغل بالي عليك، لقيتك تأخرتي. ايوه شو؟ فكرتني عم طبقه؟ لا وحياة غلاوتي، ما اجى ببالي بنوب شبكي. لك حاجة تحلف بغلاوتي مشان الله، ايه رح موت من وراك. احطهم حبيبي دقيقة. يسلموا. انت شو اسمك؟ احمد. وليش معنك بالمدرسة يا احمد؟ معي شمي واخواتي. طيب حبيبي هي لإلك. يلا شكرا. حبيبي لك يا حبيبي، هدول اللي بعتهم بدهم قبيلة تاكلهم. يعني هلأ لو عاطيني ياهن كاش ما كان أحسن. طيب ليك أقل من 100,000 ما بقبل. يلا باي باي. يا عمري كثير هيك يعني؟ ما بيكتر عليك شيء يا روحي، انت بس لو تعرفي هالكم يوم يلي غبتيهن عني شلون قضيتها. مثل المجنون سايح بهالشوارع، ما اعرف وين بدي اروح، عم بقعد تحت بيتك للصبح. صرت مسمعني هالكلمه اكثر من 6 مرات، فهمنا ابو خالي. بس قلك شغله، والله ما بلومك، وين بدك تلاقي مثل هيك جمال وحلاوه وهضمنه؟ ايه ايه ابو خالد ايه، شوف لما منفوت على المطاعم كيف العالم تقعد تطلع فيني. لك بتعرفي انا بشوف حالي فيكي. طيب تعرف شو؟ رح اقوم البس لانه جاي على بالي روح نتغدى، دقيقة خليه. على عيني وراسي. لك ايه والله، يا الله شو بدي البس؟ والله العظيم داخل ايه من كل ثيابي انا يا ابو خالد. لك يا عيوني لا تهكلي هم، اليوم بنزل انا وياكي على السوق، والله بشيل لك السوق كله. ايه بس 100,000 ما بتكفي. على راسي. لك يا برني. حبيبي بس يعني مو معقول مطعم هالسمك كثير غالي، على شخصين 15,000. حبيبتي عادي عادي كثير. ايه انت كريم وانا بستاهل. لك والله انا ما بقدر اقعد بلاكي منه. ما بقدر بنوم، بتعرفي وقت هيك بزعلك بروح على البيت، كثير بزعل من حالي وببهدل حالي، بس والله ما بعرف ليش بعمل هيك. تقبش قلبي. بتعرف شو يعني ديما ما باقي لها توصل، ما حلوه تشوفك هون، هي بتخجل كثير. خلص روحي بمشي يلا. ها الله معك تقبرني.
الله معك يا عمري، يسلم هالايدين تقبر قلبي. ايه حبيبتي انا رايح، اذا بدك شيء اتصلي فيني. ماشي يا بيبي ماشي، باي يا عمري. اهدي لك. شو كلها يا ستي؟ كل ما بنكون متزعلين وبراضيني اذا بطلب الدنيا منه مستعد يجيب لي اياها. هلا المهم حاكي لي شام، بدي اعرف شو صار. ايوه هلا عرفنا شو سبب الزياره. قعدي قعدي لساوي لك قهوه. يلا لك انت شو حشريه. حبيبي حبيبي وينك يا بيبي؟ حبيبك داشر بهالشوارع عم يبصبص على البنات. حبيبي امتى بدك تبطل عادة هاي البصبصة؟ ما بقدر حبيبتي، ما بقدر، عيوني لحالها بتضرب. بس حبيبتي احلى وحدة بالعالم. اي حبيبي اي اضحك علي. بتغاري علي حبيبتي ما هيك؟ اي ايه يا عمري طبعا انا اللي بغار، لانه حبيبي عليه عجقه 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 والبنات كلهم بيموتوا عليه. حبيبي يا عمري ليك تليفوني رح يخلص من الشحن، بحاكيك بعدين. ايه يلا. ايه وانا بحبك. يلا ايه باي باي. طيب عمرك شو غليظ. يا ستي كلكم وانك تستحملي ابو خالد يوم وحدكم. انتي قصتك قصه. الو ايه يا حبيبي يا غنوجي انت، لك وينك صار لك ربع ساعه ما حكيتني؟ ايوه ماشي ماشي يا حبيبي يا غنوجي انت. ايه طبعا ولو ايه ايه اكيد رح غنجة للشام. يلا دير بالك على حالك. باي باي. والله حاسسة للأنسة شام كتير محترمة وأمانة أمانة، تفهمي أنه العلاقة تبعنا كتير حلوة. كأنك تعودتي عليه. هلأ أي حدا بيشوفنا ماشيين مع بعض أكيد رح يفهم علاقتنا غلط، بس هو بنفس الوقت كريم وحباب وطيب وعم بيدللني كتير، يعني إيجابياته كتيرة، بس بالمقابل بيستهلكك تماماً. 24 ساعة بدك تضلي مبسوطة وعم تضحكي وجاهزة للسهر والفوتات والطلعات، ولك إذا بسكت يوم يوم مو يوم يا ستي، إذا بسكت ساعة ساعة أو دقيقة بيقلب حياتي هم وغم. لك ما عم بقدر اتنفس. هلأ أحياناً يعني كتير بختنق من هذا الموضوع وبتضايق، بس برجع بقول يلا يا بنت معلش، هيك أحسن لك وعايشة أحسن من غيرك. المهم هلا قولي لي كيف هو منصور؟ حبيبتي الله يرضى عليك، اسمعي مني خلينا نقوم نسهر. حبيبي صارت الساعة 12. لك شو على بالك؟ الساعة 12 سيارتنا تحت منا، شغلتنا نص ساعة منكون بالمحل. نص ساعة؟ والحواجز يلي على الطريق، إيه بدنا أكثر من ساعة لنوصل. لك هلا الدنيا مسا ما في داعي عجقة ولا في حدا. ما بدي. ما بديك. شو حردت؟ خلص بيبي خلص لا تزعل، بكره نطلع. اكيد بكره. ايه طبعا يا عمي. لو بتقبشي قلبي انا من ايدك هي لايدك هي. يعني احجز لبكره. ايه ها هاي التليفون وها. مرحبا ابو عدلي. يا اهلي انا ابو خالد. يخلي لي عينك، بدي محلين لبكره. حاكم عندك على طول عجقه. ممنون لطفك، شكرا. مشي. حبيبي. نعم. أنا رح أقوم ألبس. بالله مشاني بدك تقومي تسالي، إن شاء الله بتقبشي قلبي يا رب. لك طبعا يا بيبي من شانك، طبعا يا عمري، لك أنا ما بيهون علي زعلك ولو. إن شاء الله بتقبشي قلبي يا رب. حبيبي. نعم. يعني شو صار مشان الايفون الجديد اللي وعدتني فيه؟ لك على راسي، ايفونك على راسي، بكره. طيب، أنا قايمة البيت. قومي روحي. لك يسلم هالإيدين يا غنوجي. لك إيه معقولة حبيبة قلبي نفسها بالايفون الجديد وما جبلها إياه؟
اسمه آيفون حبيبي، آيفون. ايه هي هي يعني. شو بده يشرب غنوجي؟ بدي فنجان قهوة لأنه راسي عم يجاني كتير. ايه من عيوني. ايه هلا بدي انا. اف. نعم أم خالد. شلو؟ بكرة ما بقدر، خليه أجوها لغير يوم. لعبالك ما بقدر، مشغول، قاعد مع أبو عرفان. إيه خلاص. غير يوم. خير حبيبي، شو في؟ شي بينفض البدان، الأولاد حابين بكرة يطلعوا مشوار، قلت لهم ماني فاضي. أخذهم. يعني حبيبي إنه حرام ما تاخذهم، ليش هيك حابسهم بالبيت؟ والله حرام. لك شلون بدي آخذهم؟ أنا بكرة مقرر أخذك على طرطوس. طرطوس؟ إيه. حبيبي هلأ الطريق مانو أمان، أجلها لبعدين. يلا دقلها لأم خالد وقلها إنه بدك تاخذ الأولاد. بتعرفي شو بحب فيكي؟ إنك أنت بنت ناس وعالم. بس لا تدللها كثير لضرتي، بغار أنا. لكن لح أخذهم اليوم مشان سافر أنا وياكي بكرة. طيب يا عمري، إذا كان الطريق منيح منسافر. يلا باي. باي حبيبي، الله معك. دير بالك على حالك ولا تنسى تحاكيني. لك شو عم لك حدا بينسى روحه. باي يا غنوجي. باي روحي. باي. الو لكولي، انت ليش ما عم بتردي؟ اهلين ابو خالد. هلا حبيبتي. شو ما طولت عندهم؟ لا لا لا، طعميتهم ووديتهم على البيت وجبت اكل لاكل انا وياكي. ايوه. شو حبيبي؟ كاني حاسستك تعبان شوي. لا بس يمكن تقلت بالاكل شوي. طيب الله يصلحك، معقولة بتترك الأولاد لحالهم وبتجي يا عمري؟ والله ما لك يا حبيبتي، أنت صفيانة لحالك وبلا أكل، والله أنا بهكل همك. إيه حبيبي، والله أنت ما في منك، لك أنا ليش مو في إلي غيرك بهي الدنيا؟ بتعرفي أنا صار لازم أمنك، لك بركي صار لي شيء. أبو خالي لا تحكي معي هذا الحكي، بتعرفني ما بحبه. بعدين بعيد الشر عنا. لا لا لا، لازم أمنك وأشتري لك بيت خاص لحالك. حاجة بقى وعود فاضية أبو خالد، صرت وعدني بقصة البيت أكثر من 6 مرات. خلص أعطيني مهلة شهر بس. معك شهرين. إيه صح أبو خالد، اليوم عطيت ديما 100,000. أختي بدها تعمل عملية لأبوها كتير تعبان، بس دينتها ياهون دينها؟ دين. إيه الله يقدرنا على فعل الخير. لك قومي فردية الأكلات خلينا ناكل. إيه تكرم عينك. أنت ما طبيعي أبداً على فكرة. أنا مو طبيعي؟ لك أنا شفتك كيف عم يطلع فيكي وعم يبتسم لك، أنت أكيد بتعرفيني من زمان. أنت ما بتعرف تخليني مبسوطة، ما بتعرف، أخذتني على طرطوس ورجعتني لتسم لي بدني. بس بتعرف شو؟ مو الحق عليك، الحق على اللي بتصدقك. شو؟ بلاقيك سكتت؟ ولا عرفان حالك غلطان؟ ليك أبو خالد، وحياتك هي آخر مرة مرق لك ياها، ماشي؟ آخر مرة. إيه خليك حدان، الله معك. سي أنا. وكأنه لازم أتحمل كل عقد النقص اللي عنده. شام كنا قاعدين بالمطعم، واحد اطلع فيني ساواني سيئة وساواني عم خونه وساواني عم صاحب عليه. لك أنا صحيح عم بحكي معه كرمال المصاري، بس والله ما عم خونه. والله شام عم تسمعيني؟ ايه حبيبتي عم بسمعك. مو طبيعي مو طبيعي، رح يجنني، ما عاد فيني استحمله. لا نحن صار لازم نلتقي. شو بها هي التانية؟ هيك ترضى بسرعة؟ اتقلك شوي يعني من شان أدرك.
خير؟ في شيء؟ يا أما أحكي يا أما الله مع دواليبك. عم تقلعيني مهيك؟ ما عم قلعك، بس أنت قاعد وساكت، شو أعمل لك؟ شو علي قلعك؟ تأكدي إنه ما بقيت تشوفي وشي بحياتك. إن شاء الله الله بيبعت لك الشاب اللي يقدرك ويحترمك. الله يسامحك. الله معك. ألو. فرصة سعيدة إن تعرفت عليك يا أنسة ليه. بوعدك إنه ما بقيت أزعجك أبدا. أنا المسكينة أنا وأنا المظلمة أنا وأروح للملا علي وأروح للملا علي هم اللي باعوني أنا تررررر تررررر أنا المساكينة أنا وأنا المسليمة أنا أنا المساكينة أنا وأنا المسليمة أنا ميران شو رأيك بالسوق؟ مو على أساس ما عاد تأرجيني وشك. والله مبين عليك رايقة ماشي حالي. والله أنا ضميري مرتاح. طيب أنا بعرف إنه مو معك مصاري. خذ سكرين مصاري. أبو خالد ضبهم هلا بعدين حالهم صارت تطلع فينا ضبهم. لك أنا مبارح فتحت شنطتك وما لقيت فيها غير 500 ليرة. مسكي بقى خذيهم. طيب. وأنا رايح أتفتل شوي بالسوق برجع بلاقيكي هون بدنا نتغدى سوا. شو بدنا نتغدى سوا؟ ماشي. هيك عم تقول بس مين بدي دللك من بعدي؟ ليش لوين رايح؟ أنا خلاص من هلأ ورايح ما بقيت أزعجك أبدا، بدي أختفي من حياتك نهائيا. جوعانة أميرتي؟ أي شوي. مالكي لي؟ هذا صاحب محل الأواعي كتير كان عم يضحك لك ويتغمالك، شو قصة؟ أنت قلتها صاحب محل، يعني مضطر انه يقعد يبتسم ويلاطف الزباين مشان يشتروا من عنده. ها ايوه من هيك. امبارح بالسهره هي البنت بعرف شفشين كثير كانت عم تضحك لي وتتغمالي، انا فكرتها عم تطبقني. اول شيء اسمه ريسبشن مو ريسبشن. بس شو بنت بتطير لعين شقفه شقفه. ايوه وليش طيرتها من ايدك؟ مين قال لك طيرتها من ايدي؟ وحياتي اليوم رايح اسهر هني. ممتاز. كول كول ولا قاعد عم بتفكر بالبنت تبعيت الريسبشن؟ تفضل. يعني مفهوم ما عاد بدك تغيري علي؟ هلا هي مشكلتك حاليا؟ مو على اساس هي اخر قعده من قعده وبدنا نشرب قهوه الوداع. ذكرك شو حكيت بالسياره؟ هذا كلامك مو كلامي ولسه بدك يعني غار عليك. تخنيت تخنيت. كنت بدي اشوف شو بدك تحكي. طلع مو فارقه معك بنوب. بالله عم تختبرني يعني؟ ان شاء الله بيستمتع الوش ما احلى. في مجال ما تغير الموضوع لو سمحت يعني. خلص يا ستي اعتبريني ما حكي. ايه معك حق والله.
لأنه لو بدي أخذ كلامك على محمل الجد كان لازم هلأ يكون عندي بيت وسيارة. خافت تركيني؟ ها أقول هيك من الأول ولسه قاعد عم بتبيض علي؟ بعدين شو شايفني يعني كتير ناقصة مشان أتركك؟ لا ومشان شو؟ لأنه اشترى لي بيت وسيارة. خلصنا يا لك يقبرني الشاب الحلو. بتعرفي لو بعرف هيك بدك تدلليني كنت من زمان قلت لك بيشتري لك سيارة. بس حذر شو حبي، بدي اياها تكون سيارة فخمة وحلوة كتير بيلبق لي. بيلبق لي، بس وين المشكلة بقى؟ المشكلة بكره على الشارع بصيروا الشباب بدهم يطبقوكي. ليش في مين عم بيطبق لي حبيبي؟ بعيني شفت شب وبنت على الشارع عطوا أرقامه لبعض. هي يعني عادي هالقصص بتصير وين ما كان. ايه بس البنت وقت بيكون معها سيارة بيكتروا معجبينها. خلص ما عاد بدي سيارة، شكرا ما عاد بدي. وحياتك بكرة بتكون عندي. لك حاج تحلف بحياتي بقى من شان الله، لسه بيت ما بده يشتري لي مشان ما اتركه، وسيارة صاروا الشباب بدهم يطبقوني. خلصنا بقى خلصنا. بس بتعرف شو، مو الحق علي، الحق علي بتصدق كلامك والله. بتعرفي شو عم فكر؟ شو رأيك القصة الأول تبع السيارة نحطه بالبنك؟ أيوة ليش، كنت ناوي تجيب لي اياها بالتقسيط. شو عليه، احسن ما نجمد المصاري. معلش تسكر على السيره لي علينا. لك والله المصاري احسن لك، شو بكي؟ بتعرف شو مشكلتك، انت ما عندك ثقه بحالك ولا عندك ثقه بحدا. لا 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 الله يسامحك. شبك بس ما نكون سبيناك. خلص بكره السياره بتكون عندك. ايه ها أنا بحكي مشانك وأنتي ما عم يبان. ها ألو، مرحبا حبيب. إيه يا أبو خالد، ما بدي أطول عليك، يخلي لي إياك، حكيتك مشان السيارة، بدي تنقي لي أحلى سيارة وأجخ سيارة عندك. تستملي عينك، ممنون لطفك، شكرا. بصت الأميرة، إذا ما شفت بعيني ما بصدق. لوك 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 اسمعوا على الحكي، ما بقى غير نطلع لك شهادة السواقة على الخبرية الحلوة هاي ويصينا كاس بسكي. لك تكرم عينك يا بيبي، تكرم عينك والله العظيم أنا طاير عقلي، مو مصدق أنه رح يصير عندي سيارة. مشربش الشاي أشرب أزوزة أنا، مشربش الشاي أشرب أزوزة أنا، مشربش الشاي أشرب أزوزة أنا، مشربش الشاي أشرب أزوزة أنا. لا قولي عن جد حبيبي، لك يقبرني غنوشي أنا، لك تقبر قلبي، الله يخلي لي إياك يا بيبي. يلا باي باي. شو ساعة واحدة والسيارة بتكون عندي. قوليها من قلبك. وليه؟ بتمنى أكون قوية مثلك. لا حبيبتي خليكي مثل ما أنتي أحسن لك. عرقتك مالك مرتاحة الورا أطمع؟ أنا عم أقول هيك لأنه كتير عم حس حالي واطية بعيون الناس، مع أني أنا مالي سيئة، يعني بعمري ما أذيت حدا وما ضايقت حدا. ليال أنا أكتر وحدة بعرفك أنه أنتي مو سيئة، عن جد أنتي مو سيئة. لك يا روح لك إن شاء الله بتقفش قلبي. يلي بشوفك من شوي ما بشوفك هلأ. تعويض محرز مو هيك؟ محرز. خليني وصلك. لا باخذ تاكسي. سلام.
لك حبيبي يا عمري، لك الله يخلي لي اياك يا رب. ما يحرمني الله، بتجنن. أول مرة بسمعك عم تضحكي بهي الطريقة. حبيبتي، الضحكة العالية بتصير للرجال. عم تحكي هذا الحكي قدامه؟ لا يا هبلة، هو جوا بالحمام. هلا قليلي، شو بصوتك مو عاجبني؟ شامو منصور رح يتزوج. يلا بتتعبي لك شوي بعدين بتنسي. ماني متأكدة. هلا التهي لك بحدا تاني، التهي بيزن. هيزن عندك بعدين. وينو هذا البطل التركي تبعك مهند؟ حبي لك يا شوي، ولا حابب عليكي سمر؟ تضربي ما أغلظك. ايه. يلا يلا، باي باي. هي ديما، ما عم بتصدق انه حبيبي اشترى لي السيارة؟ ايه والله الحق معها، لانه شي ما بيصدق. شو قالت لك كمان؟ قالت لي انك شهم وكريم وشيخ الشباب كمان. ايوه لك حتى تعرفي. تقبرني، انا قايمة البس لانه عزمتك على حلوان السيارة. بس انا حي الله مطعم ما بروح، اذا مو فخم ما بروحه. ايه تكرم عينك يا بيبي، عادي. ما حبيبي اليوم عطاني مصاري. لك دخيلك على الحبيب اللي عندك. شو كريم؟ ايه طبعا كريم، بس انا بستاهل. لك والله بتستاهل. لك ان شاء الله بتقبري قلبي، بتستاهلي تاخذي الروح انت. تقبشني، قايمة البس انا. قومي. لك على امتي انت. ولا الضحكة مو هون. شوفي أنا وماشية كيف صرت فرجة قدام العالم. الله وكيلك، أنا ماشية والجرسون ناطت وراي عم بيقولي يا مدام الحساب. طيب وشو المضحك بالموضوع؟ في شي ببكي؟ هلا إذا معصبة مو تعدد في الشي خلقك فيني. الو، مساء الخير. مساء النور، بس مين معي؟ انا ليال، بس ما كون عم بدق لك بوقت مو مناسب. لك اهلين بام اللول. يعني تذكرتني. ليش اللي بشوفك انت مره واحده بينساكي؟ شكلك بياع كلام. لا، وراس هاني. مين هاني؟ الشقيل اللي عندي. ما قلتلك، قلتلك انك بياع كلام. سكري سكري اللي دقلك، قولي خذوا وحداتك سكري. لك لا لا، ما في داعي. ما بيكفي عم خورفك بالاواعي؟ عن جد انت مهضوم. دخلي، مين هذا جده اللي كان معك؟ هذا جوز خالتي، جوز خالتي. انا ساكنة عندهم. شامي ما رح اقدر لك. حرام والله، نحن مساكين. شادي يلا لحظة دقيقة وبرجع بدي اقول لك. ايه يلا. الو. لك بدي افهم، مع مين صار لك نص ساعة عم تحكي بالتليفون؟ وانت شو دخلك؟ شو دخلني؟ ايه بدي اشوف مين بدي يدفع لك 15,000 ليرة فاتورة تليفونك كل شهر. وقلك عين تحكي بعد اللي سويته امبارح؟ لك اكن السكران وما على السكران حراج. طيب مرقينا يا هاي المرة. مو ملاحظ قديش كتراني فصولك الناقصة؟ ولكل عمى ما عاد تركت جواتي طاقة إيجابية. آخ يا أميرة، مبين أنت ما عاد حبيتين. أنت بتعرف قديش بحبك، بس هذا الحكي مو يعني أني أغفر لك دايما. شو عليه؟ على راحتك. أصلاً أنا عارفان كنت أنه بدك تتركيني، بس بيني بحب لك انه انا اشتريت لك سياره. الله معك. ايش هادي؟ الو الو، اهلين بشادي. ايه شو الاخبار؟
لا لك يخرب بيتك شو مهضوم. لك هذا الصوت تقطع لك يا عم، يخرب بيتكم انتوا الرجال، كل شيء بيصيركم. ما معقول انت. ليك ليك برجع بحاكيك. اهلين ابو خالد. شوف على هالاعلام، والله شي بضحك. قال مصيرك بايدك. قال الواحد كل شي ممكن يكون بايده الا مصيره. اخ السياره لإلك؟ الي ولأبي. ايوه ولأمتى بتضل عم تشتغل عليها؟ والله بهالاوضاع للعشرة المساء. لك كنت اشتغل للصبح وما اسا. طيب فيني اخذ رقمك مشان اذا شي مره عتزت توصلني؟ يعني بتعرف انا بنت صبيه وما فيني اطلع مع مين ما كان. فيني اسالك سؤال؟ ايه طبعا. انت كيف وثقتي فيني بهالسرعه؟ يعني هلا هو مو موضوع ثقه، بس انه فيك تقول اني بعرف الشخص من عيونه. بركي خطفتك. بتعرفي انت بنت صبيه حلوه. خطفتني؟ ايه لا ما بتعملها. بتعملها؟ ليال شو في؟ عرفتيني شبكي؟ انا مخبص ما بعرف شو صاير لي. تخيلي هلا حطيت عيني على شوفير تاكسي كنت طالعه معه، ومبارح دقيت لصاحب محل اشتريت من عنده تياب. تخيلي انا ما عم بصير فيني هيك الا لاني متوتره. وابو خالد، ابو خالد احيانا بحس حالي بحبه واحيانا بحس حالي بكره، مع انه هو ما منقص علي شيء. والله ما بعرف. تركيه ليال، تركيه كل امورك رح تزبط. ما بقدر. انا تعودت اني اكون مرتاحه، بدي يكون في سند شو ما احتاج يجيني، مع انه خانقني وكابت على نفسي. معناتها هذا قرارك ولازم تتحملي. ليال عم حكيكي هلا كصديقه مو كطبيبه. قراري اني اتحمل شوف عمري عم بضيع من بين ايدي هيك. الله يلعن ابو الحاجه. بس المشكله بطريقه تفكيرك، انت اللي حطيتي حالك بهذا الظرف بدك تتحملي. كلام سهل شان، كثير سهل. انت بنت محظوظه. الله يهنيكي. شو يا صايرين عم نشبه بعض ناس؟ صايره مثل ديما بلا غلاظه بشرتي. ايه روقي روقي، ما في شي مستاهل. رايقه. شو ما بدك تضيفيني شي؟ بلا لو سمحت. معنا مصاري، خليني ريح منه كم يوم. شو بدي أعمل؟ حبيبي بتحب جبلك شيء؟ ألو؟ يعطيك العافية. دخيل عينك، بس بدي أسألك كيف فيني أعمل خدمة السوبر كليب؟ ايه عم يجيني ازعاجات كتير. هلا بدك تقلي ولا لا؟ ايه قلي. ابو خالي وانت معك مفتاح؟ شو شايفه؟ ايه اعطيني اياه لك. اعطيني اياه. مو مشكله، خذيه معي خمس نسخ غيره. شو؟ والكل عم بقلبك شو طلعت بغشوشه فيك؟ ما عم صدق، انت بتساوي هيك؟ عم دق لك ما عم تردي.
كمان الباب ما بدك تفتحيه؟ ايه وبتفوت هيك بكل بساطة، بتفتح الباب وبتفوت. يلا يلا بلش لي مسلسل البكي تبعك. تركني كم يوم وبروق ابو خالد، تركني. طيب طيب مثل ما بدك، برجع مرة تانية. يا الله معك. بظن اتفقنا، صار فيك تروح، انا بروق لحالي. طيب تروحي على شرم الشيخ او على اسطنبول. لك انت ما عم تفهم، عم قلك مخنوقه مخنوقه. شو ليه عم تبكي؟ مو هلا من شوي كنت عاملي فيها رجال وعم تفتح ابواب؟ بتعرف انت شو مشكلتك؟ مشكلتك دائما بتحل الغلط بغلط، ما فيك انت هيك. حمارك انا حمار وما بفهم، انا ما بعرف اتصرف، ما بعرف اتصرف. شو تطلع من البيت ولا اطلع انا؟ وين بدك اخذك؟ باخدك على اي قرنه بالعالم. يا اخي انا حابه اقعد لحالي يومين وبرجع مثل ما بدك، صعب هالطلب؟ لك انا ما بقدر اقعد بلاكي. طيب تروحي على ماليزيا. هي مفتاح السياره خده. الله يسامحك يا اميره، عم ترجعي الهديه؟ لك ما بيكفي شغلي داير. خلص مثل ما بدك، لحق اتركك يومين لترتاح. ما صفي عن غيرك بهالدنيا عم بيسليني. ليش شو حكينا؟ بيسلي يعني مديح. هاتي احكي لنا شو قصة هذا السوبر كليب؟ ولا شيء يعني، هيك بس عم ريح راسي. تعبان راسك مو هيك؟ آخ أنا كلي تعبانة مو بس راسي. لك سلامته الحلو، بتعرفي أنت دواكي مساج من تحت إيدين أبو الشور. شو؟ وبتعمل مساجات كمان؟ لك أنت جربي وما حتندمي. وكل زباينك بتعرض عليهم هاد العرض؟ بس التوصاية والغوالي مثلك. أيوة أي لا يا سيدي دايمة ما بدي. شو؟ مو على أساس معك خمس مفاتيح؟ ليش ما فتحت الباب؟ خليني فوق الأغراض بعدين بقول. قد ايه بتحب اعطيك بخشيش؟ بدي زلك. قلي لي شو زليتني؟ هذا رقم واحد بيعلم سواقه مشان يعلمك تسوقي. واحد؟ وكيف صار لحتى وثقت فيه؟ طيب مرتين بالاسبوع منيح؟ طيب اوكي شكرا كلك ذوق. يا الله يا
لو ما اجيت كنت استغربت. لك يا حبيبي انا ما بقدر بلاكي يا ملاكي، ما بقدر بلاكي. لك انا بتقدر تزعجني؟ ايه هي علينا على هالقصة. امتى بدها تروق الاميرة؟ امتى بدها تروق تغفر لي؟ بدي اشتغل، مليت انا. شو تشتغلي؟ ليش انا منقص عليك شيء؟ ولك افهم يا بني ادم افهم، عم اقول لك مليت مليت، ولا تقعد تقول لي هلا عندك علاقات. طيب محلوله اشتغلي عندي بالمعمل. ايه لا لا، معرفتك شو فلهوي حبيبي. انا بدي اشتغل مضيفة طيران. مضيفة طيران؟ دخيل عينك يا ابو حيران، هاي الشغله بدي اياها منك، هاي الشغله بمليون شغله، والا والله باكل قتله. قتله من روح روحي باكلها. اطمن يعني. تسلم لي عينك، الف شكر، وانا تحت امرك مثل ما بتأمر. الله معك، مع السلامه. لك يا بيبي يا بيبي يا غنوجي، تقبشيني امش، لك ان شاء الله بتقبشي قلبي. يلا طعميني لانه انا جعت كثير. طعميكي لك على رأيكي. بس بتعرف شو؟ قولي لي. اذا هالمره طلعت عم تكذب علي، عن جد بحياتك ما بقى تشوف وشي. اخي شو بنا قدام عينك حاكينا الرجل، ها؟ يلا 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 يلا. مين بيبي انا؟ انا يا روحي انا. بس حبيبتي والله العظيم مالي حابب لك هالشغله. ابو خالد خلص خلص، مثل ما بدك مثل ما بدك خلص. والله والله يا ابو خالد هالمره اذا بتكذب علي ما عاد سامحك بحياتي اصلا. لك يا روحي يا عيوني، في مره طلبتي شيء وما سويت لك يا لا. هي شو بدي احكي لاحكي، كول تقبرني كول. حبيبتي انا لازم اقوم اروح على المعمل، عندي شوية شغل والمساء بنلتقي. ماشي حبيبي، ماشي يا عمري. روحي اليوم تلبسي لي طقم التركوازها. ايه فكرة معينك، بس مو تقعد بس علي قدام العالم بخجل انا. لك تقبشي قلبي، لك مو بإيدي مو بإيدي والله مو بإيدي. اسلموا يا عمري، اسلموا يا بيبي، باي. الو شامو، تقبريني باركيلي واخيرا رح صير مضيفه. مبروك حبيبتي مبروك. شبكي شامو؟ صوتك مو عاجبني. يبدو انه قصتنا بلشت مثل الحلم، رح تنتهي مثل الحلم. خلصنا شامو خلصنا، الخلاف ملح العلاقه. هيك ابو خالد بيقول لك؟ ابو خالد قال لي دولار كذا الطقس كذا. شو ساوي لك انا اذا هو مسبع الكارات؟ لك كانه هذا الحوار صاير بيناتنا قبل هالمره انا وياكي. اهلين يا بيبي. شو هذا؟ ان شاء الله بيقبرني يا رب. شو هذا؟ من زمان هيك؟ عجبتك بيبي؟ شو عجبتيني؟ والله فالجتيني وحياه الله. كنت يروح روحي انت حياتي. طيب يلا شو رأيك نمشي؟ نمشي روحي نمشي يلا. ها منين الرسالة؟ يعني شو جاي على بالك نتخانق؟ لا بس يعني هاي ديما بتحب تشوف؟ لا لا خلاص 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 مشي الحال تفضل يلا. لك انت ما عاد تفهم كم مرة قلت لك لبقى دق على هذا الرقم، لبقى دق انساه لحن عني. حبيبي حبيبي غنوجي. حبيبتي حبيبتي، انا هلا عم فكر مشان هي رفيقتك في دكتور بيساوي هاي العملية؟ ايوه. وانت شو عرفك؟ لانه في واحد اللي انا رفيقي كان له صاحبة يعني عملت لها اياها اربع، قصدي عملتها عنده هذا الدكتور اربع مرات.
قلت لي رفيقك. طولي بالي، المخلوقة الله ستر عليها وسافرت لألمانيا. حكي لي الحقيقة، حكي لي الحقيقة يا بيبي، ما رح أخنقك. اوكي الله شوي، صار عندها ولا. لحظة لحظة لحظة، وانت شو عرفك انه صار عندها ولا؟ يعني هي كل ما بتنزل على الشام الا هيك بتتصل فينا بالتليفون تطمن علينا، حكت لي. ايوه، وامتى اخر مرة اتصلت فيك يا بيبي؟ ما بقيت اتذكر، هي من زمان كتير يعني ما بقيت اتذكر اصلا. ايه هيك لكان. يلا عن اذنك يا بيبي، بس راجعة مشان كمل حديثنا. عم ما أغباني، شو بدي بهالشغلة أنا؟ إن شاء الله بيسلموا هديات. لك أهلين يا عمي. لك برني الطول يا برني الطول. أجيني شو؟ آه يا حبيبة قلبي، روحي. شو رأيك هيك تعملي لنا تفتيلة بالسيارة؟ بالله عليكي، مو حلوة وأكابرية السيارة؟ وما أحلاها ما تكون حلوة وأكابرية وأبو خلودة اللي جاب لي إياها. بس حبيبي، مو لكفي تعليم السواقة بالأول؟ مزبوط، والله عم تحكي مزبوط. روحي، أنا هذا البيت كتير عاجبني، جعل بالي اشتري لك إياه. أيوة، لا تنتخي زيادة تقبرني. بزمتي جد عم بحكي، وبكتب نصه باسمك ونصه باسمي. طيب هلا قلي شو صار مشان شغلتي؟ لك على قول ود ابو حيران قال هو بيتصل فينا، ما كان يتصل. هو بيتصل فينا. وين موبايلك؟ وين موبايلك؟ لك طالع لي يا لك، لك انا طالعه، لك انا طالعه. يلا سيب، يلا دق له. مرحبا ابو حيران، ان شاء الله بتستملي. والله هيك قاعد قاعدة رواق هيك، عم تجيت ببالي انت. ايه تستملي عينك، والله بيطمن عليك ما في شيء. بس ها اجى ببالي بدك دخلك هي القصة اللي حاكيناك مشانها وترجيناها، شو صار فيها؟ بالله عليك ان شاء الله بتستملي يا ابو حيران، انا تحت امرك، شو ما بتطلب شو ما بتريد. شكرا، نجتمع ان شاء الله. خلص يلا. ايه شو قال لك؟ سلقتي بدنا لك شو قال لك؟ نكمل حديثنا. خلص مشي الحال، كملت حديثك. شو قال لك؟ قال يا ستي بكره بدهم يعملوا لقاء معك، فاسمعي من اولها، انا بوصلك بالسياره وبستناكي وبرجعي. شو خايف يطبقني؟ لك هذا الاسونجي. لك ان شاء الله بيقضي هالطول. ايه تتجوزيني؟ شو خطر على بالك؟ ومرتك وولادك؟ هديك المرة وقت تركنا، وحدة دلالة أخذتني صارت أرجيني بنات لجواز. ما شاء الله. أرجتني وحدة صيدلانية عمرها 30 سنة، بس بصراحة أنا ما حبيتها، مع إنه هي من عيلة مقدرة كتير، بس مدري ليش ما هضمتها. ايوه؟ وأنا عم أقول وين كنت غاطي. صدقيني تعذبت بهالغطة، والله أنا ما بقدر بعد عنك، ما بقدر. ما بتقدر تقعد بلاي، بس بتقدر تروح تشوف بنات للزواج. لك هذا رفيقي أبو عرفان، متعرف على وحدة دلالة، كل ما كان يروح روح معه أنا. لك يخرب بيتها شو نصابة، لك كل ما أرجتنا على أبو جنى بتاخذ منها هذيك العزبة. شو بيضحك؟ إيه معك حق تقبرني، معك حق تضحك. احكي لي احكي لي، مين شفت كمان؟ مرة أرجتني على وحدة طويلة طويلة مثل عرق الفول. لقيان لأنه بس وحيات عينك، أنتِ أحلى شيء بنظري. إيه كفي كفي. إيه ما في شيء، عزمناها كم مرة وبعدين صرفناها. وأنا يا حرام مفكرتك أنت يلي ما عم بتنام الليل. شو بدك تعملي؟ نحن جنس عاطي. اسمعي مني، اتجوزيني وتستتي وعدي بالبيت، لا شغل ولا شيء. لا حبيبي، أنا بدي أشتغل. بكتب لك البيت باسمك وبعمل لك عرسك بأي منطقة بالعالم بدك إياه. أنا ناوي أتجوز مرة تانية. وأنا؟ خلص، هاتي هويتك وبكرة منزل أنا وياكي على المحكمة.
بشتغل بعدين بفكر. بتروح عليكي ها؟ لا سدي روحي، والله ما بيروح عليك شيء، لك انت زينة البنات كلها، انت حبيبة قلبي. حياتي انت بصحتك. مو معقولة هشام، مو معقولة شو بتتبقني. لك حرام عليك ردي عليها. بدي اسمع صوت بيبي وبس. هلا ما بدك تسمعي صوت حبيبك، خلينا نتجوز. بكره بتغير رأيك، طول بالك شوي. يا أميرتي، يا روحي، يا حياتي، لك أنا مع أم خالد والله مالي مرتاح. لك من وين طلع لي أبو عرفان هذا؟ أنت كل ما بترافق حدا بتصير مثله. هذا اللي مو عاجبك، صار متجوز 4 مرات. أنت لو كنتي بتحبيني مزبوط، كنتي وافقتي. هذا الحكي مو حكيك يا عيني. تعرف شو؟ روح اتزوج لقلك، بس ساعتها لا تجي لعندي وتقلي أنا ما بتخلى عنك يا أميرتي. لا يا روحي لا، لك مو أبو خالد اللي بيتخلى عنك وبيتركك. شو أنا؟ تعرف شو يا بيبي؟ رح قوم ساوي لك فنجان قهوة هيك تصحصح لك شوي لأشوف بدك تغير رأيك ولا لا. لا ما حغير رأيي، لكن إن شاء الله بيقبشني الطول. شلون كده برأيي؟ وقال لي أي مسابقة بدها تصير رح يدق لي فورا. الرجل إيده واصي مهم. أي مهم، بس والله بلش يحاول يطبقني وعلى تعالي نطلع ومن إمتى بتعرفي لأبو خالد ومن هذا الحكي. بس ما تخاف، ما عطيته وش بنوم وفهمته أنك ناطرني تحت. شايف أنا أحسن منك، مو مثلك بتروح بتدور على بنات للزواج. شو بك كأني حكيت لك نكتة؟ لك لا يعني ما حتنسينا يا هاي القصة، خلصنا منها. هيك ناشفة؟ طيب شو بدك مري؟ يعني هيك يا بيبي، شي سفرة حلوة على بلد مرتب. اي والله العظيم عفن قلبي وداخلي انا. طيب روحي، شو رأيك روح انا وياك على بيروت ومن بيروت بنطلع على ماليزيا؟ اي منروح، شو ناقصك شوفت بنات شقر وطوال يعني يا بيبي؟ لك يقبرني الحلو يقبرني، أحلى منك ما في. لك تجوزيني شو بتخسري؟ الله يسعدك يا الصباح يا حبيبة القلب. أهلين أبو خالد. حبيبة قلبي شام، شام اللي كانت عندي، يعني أكيد ما رح فوت رجال على بيتك. الله يسامحك على الحكي. غريبة هالمرة وفيت بوعودك بسرعة، ولا أي شي فيه بسط ورواق لإلك بتساوي بسرعة. صحي عرض الزواج لساته قائم؟ أنت موافقة؟ موافقة بس بشروط: بيت، محل، سيارة تانية، ورصيد بالبنك باسمي، وزواج عرفي. أوف، بس أنا بعرفك كتير بنت عالم وناس. بالله شو؟ ليش لما حضرتك كنت تتزوج زواج عرفي ما كنت ابن عالم وناس؟ بعدين هذا الشرع محلله، انت هيك كنت تقلي؟ ولا بتحب ذكرك باللي كنت تحكيه؟ قلي لي ليال، قلي لي انه كل شيء صار كذبة. يا ريت لو فينا نغير الدنيا مثل ما بدنا. ليكي هي أنا كنت حابة أتزوج وجيب أولاد، وهي آخرتي زواج عرفي. ديري بالك ليال، لا تتورطي أكتر. عم بتذكر وقت ديما كانت تقلنا أنه الزواج العرفي ما بيلغي حالة العهر. يعني هلأ أنا أعتبر عاهرة؟ لا حبيبتي لا، لا أكيد لا. أنا خسرت كل شي شام، ما عاد في شي بينبكى عليه. صدقيني الموت علي أهون. أنا ما عم صدق، يعني ما عم صدق كيف بده يلمسني. رح نتجوز سوا. ديما سبقتنا. ما بعرف شو بدي أقول لك، بس فكري منيح، لا
تتسرعي. شبكي شام. بس ضحكتيني. لا تتسرعي ليه. الو، كيفك ابو عرفان؟ انا ليال. اهلين ليال. اهلين ابو عرفان. صار لي اسبوعين عم دق لابو خالد وتليفونه عم يطلع خارج التغطيه، بتعرف وينه؟ مجون، ما منعرف وين. شو؟ ليش شو عامل؟ هو بريء، مو عامل شيء. اساسا لو عامل شيء انا ما برت اسمي. طيب هو وين مسجون؟ ما عم نقدر نعرف، ما عم نلاقي حدا يساعدنا. بتعرف شو تهمته؟ تقرير انه عمل عن المسلحين. ايه طيب يلا ماشي باي. وانا اللي عم فكر كيف بدي اخلص منك يا ابو خالد. تقريح الحياة بتاخد كل شي بلمحة بصر. الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.